بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. النهاردة إن شاء الله هيكون بداية الفائزين لمسابقة الأهلي في المونديال. يعني إيه يا عم إسلام اللي أنت بتقوله ده؟ للي مش متابعنا، أنا عايز حضراتكم تتابعونا بقى خلال الساعة اللي جاية. وعلى فكرة بالمناسبة، يعني اللي لسه ما بعتش مسجز أو ما اتصلش على الأرقام 0909500 أو ما بعتش مسجز على 1795، يبعت لنا دلوقتي، لأن احنا قدامنا تقريبا ساعة. بعد الساعة دي سيتم السحب على أول فائز هيسافر لمشاهدة مباراة النادي الأهلي مع مونتيري المكسيكي إن شاء الله في خلال الساعة القادمة. أنا هيكون عندي انترو دلوقتي هتكلم فيه مع حضراتكم، وبعد كده هيكون عندي فقرة نتكلم فيها عن أمور كثيرة جدا تخص النادي الأهلي وتخص منتخبنا الوطني. بعد هذه الفقرة هيكون عندنا الفائز الأول إن شاء الله على الهواء مباشرة. يعني إيه يا إسلام على الهواء مباشرة؟ يعني أنا هقف على الشاشة اللي هناك دي، هات لنا الشاشة يا سمير لو سمحت، على الشاشة اللي هناك دي، وهقف على الشاشة والأرقام هتطلع، هقعد أيوة الشاشة اللي هناك دي هقف عليها، الأرقام هتطلع قدامي وهقعد ألعب في الأرقام كده تحت وفوق تحت وفوق لغاية لما نصل لرقم إن شاء الله هيكون هو الرقم الفائز معانا في مسابقة اليوم أو في هذا الأسبوع. الأسبوع الأول هيكون معانا المتسابق الأول، فما تكسلوش. أنا مش عايز أقول لكم الأعداد عاملة إيه علشان ما نتحسدش إحنا كأهلوية، فأنا عايز حضراتكم ابعتوا أكتر، ابعتوا على مسجز على 1795 أو اتصلوا على من أي رقم أرضي على 0909500. الساعة اللي جاية دي فارقة في حاجات كتيرة جدا جدا، هستنى المسجز والتليفونات حضراتكم تبعتوها علشان إن شاء الله إن شاء الله يكون الاختيار من كل المسجز اللي مبعوتة بقالها من يوم بدأت المسابقة وحتى الآن. وعلى الهواء مباشرة سيتم سحب من هو الفائز في أول أسبوع في مسابقة الأهلي في المونديال. هيروح رحلة هندفع فيها كل حاجة، كاملة الأوصاف زي ما بيقولوا، هنعمل فيها كل حاجة، وهيجي معانا يتفرج على مباراة النادي الأهلي ضد مونتيري المكسيكي إن شاء الله يوم 5 فبراير حتى الآن، يعني لغاية لما تشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة. طيب هنتكلم في إيه النهاردة؟ عندنا كلام مهم. قبل بس ما ابدا اتكلم في الكلام اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، عايز اقول لكم ان شاء الله ان احنا بعد ما نسحب مين اللي هيكون الفائز الاول في الاسبوع الاول، هنقول لحضراتكم سؤال الاسبوع الثاني. طب امتى هنسحب؟ يوم الاربع اللي جاي، هنسبق يوم الاربع اللي جاي اللي زي النهارده، هنسحب من سيكون المتسابق او من سيكون الفائز الثاني على الارقام دائما 0909500، ده على من اي خط ارضي، او 1795 على من اي مسج، تبعت اي مسج على هذا الرقم ان شاء الله. ده هيكون ما بين الجزء الثاني والجزء الثالث في هذه الحلقه. طيب عايز اتكلم بس مع حضراتكم الاول النهارده على انتخابات اتحاد كره القدم. انتخابات اتحاد كره القدم النهارده واخيرا الحمد لله والشكر لله اصبح لدينا مجلس اداره منتخب لاتحاد كرة القدم المصري. اتحاد كرة القدم المصري النهارده الموضوع ما كانش فيه يعني، بس طبعا بما اننا دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن عفوا لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن اتحاد كرة قدم وقائمتين، قائمة الحقيقة فازت ب 109 صوت والقائمة الأخرى 6 أصوات فقط. قائمة الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم للأربع سنوات القادمة أو سنتين ونص القادمتين أنا آسف، ثم الأستاذ خالد الدرندلي أمينا نائبا للرئيس، ثم كابتن عامر حسين، كابتن حازم إمام، كابتن محمد بركات، كابتن محمد أبو الوفا، دكتور إيهاب الكومي، لواء حلمي مشهور، ثم الأستاذة دينا الدكتورة دينا الرفاعي. هذا هو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري خلال السنتين ونصف القادمتين. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، ربنا كرمنا وأصبح عندنا اتحاد كرة منتخب. خلي بال حضراتكم من 2019 وحتى الآن لغاية النهاردة الساعة 1 أو 2 هي لجان،
لجان موجوده من الفيفا هي اللي بتدير. عدت علينا لجان كتير قوي، استاذ عمرو الجنايني والاستاذ احمد مجاهد، وقبله كان في لجنه اخرى انا الواحد نسي يعني اللجان اللي كانت موجوده، ولجنه خماسيه وبعدين لجنه ثلاثيه، وبعد كده استقاله من الثلاثيه اصبحت ثنائيه لحد الانتخابات اللي كانت النهارده. فقد ايه احنا سعداء ومبسوطين، ولكن ايه اللي هيحصل في لجنه الحكام؟ هناك امور كثيره جدا ملقاه على عاتق هذا المجلس، لانه المجلس ده لازم يكون واخد باله ان هناك امور يجب ان يتم حلها وفي اسرع وقت، وانا اسف انا هنيت الجميع من اول الاستاذ جمال علام لبقيه الاعضاء، ولكن النادي الاهلي حاليا يحتاج الى مجلس اداره اتحاد كره قدم منتخب. عندي مباراه يوم 5 فبراير، ونهائي كاس الامم الافريقيه هتبقى يوم 6 فبراير. كيف سيلعب النادي الاهلي انا اسف جدا ان انا يعني بقول لكم مبروك، وفي نفس الوقت بأطالب حضراتكم ان انتوا تكونوا واقفين مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ده دوركم على فكره، النادي الاهلي ولو اي نادي اخر عنده هنا هذه المشكله حضراتكم لازم تقفوا معاه، ولكن النادي الاهلي يحتاج الى وقفه اتحاد كره قدم منتخب. الاستاذ احمد مجاهد وعد اتحاد او وعد النادي الاهلي في حديث صوتي كرئيس للاتحاد او كرئيس للجنه التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، وعلى الهواء مباشرة وعد النادي الأهلي ومجلس إدارته أن تكون النادي الأهلي سيلعب مبارياته في كأس العالم بكامل نجومه، ومنتخبنا الوطني سيلعب مباراته إن شاء الله المباراة النهائية بكامل النجوم النادي الأهلي. فمن فضل حضرتك أو من فضل حضراتكم يجب على الجميع أن يلتزم بما تم قوله من ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم في ذلك الوقت. أنا مش دعوة مين إكس، أنا ليا دعوة أن الاتحاد المصري في هذا التوقيت عمل كده وشكر الناس، وإحنا النادي الأهلي يعني شكر الأستاذ أو المهندس أحمد مجاهد على هذا الأمر، لأن إحنا افتكرنا أن في حل. حتى الآن النهاردة 5 يناير والمباراة كمان شهر بالظبط، مش عارفين ايه اللي هيحصل. مش معقوله مسؤول رسمي طالع يهزر، مش معقول ما عندوش معلومه. هو ما قالش طبعا ايه المعلومه، قالك ليس كل ما يعرف يقال، ماشي وقلنا كلنا مش عايزين نعرف، ولكن هل من الممكن ان يكون هناك مسؤول في اتحاد كره القدم المصري لغايه النهارده الساعه 2 الظهر او 1 الظهر لغايه لما تم اعلان النتيجه طلع يهزر؟ مش ممكن. انا عارف المهندس احمد مجاهد ما بيعملش كده، اكيد عنده حاجه. ايه هي الحقيقه؟ ما قالش لحد. فالمسؤول ان هو يعرفني ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه واتحاد كره القدم المصري الحالي المنتخب، والمنتخب باغلبيه كاسحه 106 صوت من 109 صوت، انا اسف، من 116، واحد باطل وستة ادوا للقائمة التانية. فبالتالي أنت اتحاد كرة قدم في ظهر الجمعية عمومية، كل الناس تنتظر ماذا سيفعل اتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة اللي جاية، وأول هذه الاختبارات اختبار النادي الأهلي ثم لجنة الحكام. لجنة الحكام ده اختبار صعب جدا جدا جدا. النائب احمد دياب كان موجود امبارح قال لي لا ممكن جدا ان احنا نقول ان ممكن يكون في رئيس للجنه الحكام، ممكن يكون في المستقبل رئيس لجنه الحكام. هو قال ان هو مع مجلس منتخب اتحاد كره القدم ممكن جدا يكون في حاجه جديده في بالنسبه للجنه الحكام. دي كانت توقعات يعني برضه، عشان الناس حتى امبارح يعني لما اتقال هذا الكلام اثار حفيظه بعض اعضاء اللجنه الثنائيه، فشوفوا بقى مين او العضوي اللجنه الثنائيه. لكن في النهايه اللي عايز اقوله لحضراتكم ان كل اللي بيحصل ده
ان شاء الله ان شاء الله يعود على كرة القدم المصرية بكل خير خلال الفترة اللي جاية، ويعود على النادي الأهلي بكل خير. عندك كاتحاد كرة قدم منتخب موضوع مهم جدا جدا جدا، النادي الأول في مصر والنادي الأول في إفريقيا، وأنا هنا بقول هذا الكلام بناء على حقائق. النادي الأول في مصر والنادي الأول في أفريقيا عنده مشكلة كبيرة جدا، إن هو هناك تعارض في المسابقة نهائي كأس الأمم الأفريقية وبداية كأس العالم للأندية. إيه اللي هيحصل؟ أرجو إن اتحاد كرة القدم اللي بنبارك له، أنا آسف إن أنا يعني ببارك وفي نفس الوقت باخد الكلام أو بقول لكم إيه المشاكل اللي موجودة، لكن عندنا مشاكل كتيرة جدا وهنحاول نطرحها دائما على الاتحاد المصري. كلهم أصدقائي بالمناسبة زي ما حضراتكم عارفين، فيهم مجموعة موجودة من الجيل اللي أنا كنت بتشرف إن أنا بنتمي إليه الحقيقة، فبالتالي أنا عارف تفكيرهم، عارف إن هم هيقدروا يعملوا حاجة كويسة خلال الفترة اللي جاية. إن شاء الله إن شاء الله تكون حاجة جيدة تليق باسم أو بأقدم اتحاد كرة قدم في أفريقيا، وإن شاء الله يكون اتحاد كرة منتخب بأغلبية ساحقة علشان يجيب حقوق الأندية. إن شاء الله هو ده اللي هيحصل خلال الفترة القادمة. طيب ده كان الكلام المهم اللي عايز أتكلم فيه مع حضراتكم الأول، لكن أيضا عايز أقول لحضراتكم إن شاء الله إن شاء الله اتحاد كرة القدم ده يكون واحد من الاتحادات اللي تساعد النادي الأهلي، ده اللي أنا فاهمه يعني، أن تساعد النادي الأهلي خلال الفترة القادمة في كأس العالم للأندية. إن شاء الله يقولوا لنا كواليس حل الأزمة، ما يسيبوناش كده يطلع إن شاء الله ما حدش يطلع يقول لنا ليس كل ما يعرف يقال، أتمنى إن ما حدش يطلع يقول لنا هذا الكلام. خلونا نستعرض مع حضراتكم النهارده، عندنا حلقة سريعة جدا وحلقة مليئة جدا زي ما قلت لكم بالمفاجآت، عندي مفاجآت، عندي فقرتين مهمين جدا جدا جدا، وما بين الفقرتين المهمين دول هنسحب زي ما قلت لكم، زي ما قلت لحضراتكم، من سيكون الفائز الأول في كأس العالم للأندية بالإمارات في أبو ظبي. إن شاء الله المباراة الأولى هيكون معانا إن شاء الله بيتفرج على النادي الأهلي ونادي مونتيري المكسيكي. النهارده كان في فقرة بدنية مكثفة للاعبي النادي الأهلي في الجيم، وتدريبات منفردة لحراس المرمى. النادي الأهلي بيواصل تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، وبدأ مران النادي الأهلي بفقرة تدريبية بدنية، وشارك لاعبو الأهلي في تقسيمه بالكرة، بينما أدى ثلاثي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية بشكل منفرد. زي ما حضراتكم شايفين دايما من خلال قناة النادي الأهلي بتشوفوا تدريب النادي الأهلي. يغيب عن المران طبعا كالعادة زي ما حضراتكم عارفين اللاعبون الدوليون، وكما يغيب محمود متولي مدافع الفريق المتواجد حاليا في قطر. والله الواحد وحشه التمرين والحاجات دي، الأيام دي كانت أيام جميلة جدا، والملعب ده الواحد ياما شاف فيه حاجات، وياما شاف فيه بطولات، وياما شاف فيه ذكريات، وياما شاف فيه حاجات جميلة جدا جدا. الملعب اتغير تماما طبعا، أوضة اللبس بالمناسبة زمان كانت الناحية التانية اللي لسه مهدودة، ودلوقتي بعد ما مجلس إدارة النادي الأهلي عمل أوضة اللبس الجديدة دي الحقيقة أصبحت الأمور مختلفة تماما تماما تماما، والناحية التانية في حاجة جميلة جدا لكل اللاعبين ورفاهية مطلقة الحقيقة، وأجهزة على أحدث طراز الحقيقة موجودة في النادي الأهلي. وفي بالمناسبة على الملعب ده جمهور النادي الأهلي استقبل لاعبو النادي الأهلي في بعد أول برونزية في كأس العالم للأندية عندما فاز بها النادي الأهلي في 2006، كان أتوبيس مكشوف لو حضراتكم تتذكروا، كان استقبال تاريخي من المطار لهذا الملعب الرائع الحقيقة، ملعب مختار التتش، وكانت الأمور إيه المدرجات كانت مليانة، وكان الجمهور كله سعيد جدا جدا، وإن شاء الله ده يتكرر خلال الفترة القادمة.
استاذ جمال علام رئيسا لبعثه منتخبنا الوطني في امم افريقيا. من الدار للنار، خلاص كسب النهارده، اصبح رئيسا للاتحاد المصري لكره القدم، او تم انتخابه رئيسا للاتحاد المصري لكره القدم. استاذ جمال علام سيكون رئيسا لبعثه منتخبنا الوطني في امم افريقيا بالكاميرون. اللواء حلمي مشهور ايضا عضو مجلس اداره الاتحاد سيكون مرافقا لبعثه المنتخب في رحلته الى الكاميرون، وتحدد موعد السفر في الثالثه عصر الجمعه عبر طائره خاصه ما بين الجمعه والسبت. الحقيقه كل شويه يقولوا لنا جمعه يقولوا لنا سبت، لغايه دلوقتي في محاولات ان الفريق يسافر الجمعه، بكره هيبان هي الفكره، بس في جاهزيه المطار في الكاميرون. ان شاء الله ان شاء الله تحصل ويسافر الجمعه، طبعا يوم بدري يبقى افضل. وزي ما حضراتكم عارفين قرعه كاس العالم او كاس امم افريقيا انا اسف 2021 عندنا او تضم مجموعتنا اربع منتخب، منتخب مصر طبعا، ومنتخب نيجيريا، ومنتخب السودان، ومنتخب غينيا بيساو. مجموعه مش سهله، مجموعه صعبه جدا جدا، ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونقدر نصعد على راس هذه المجموعه ونصل ان شاء الله الى المباراه النهائيه ونفوز بالمباراه النهائيه. نيجيريا ومصر يوم 11 يناير الساعة 6، ثم مصر وغينيا بيساو يوم الساعة 9 مساء يوم 15 يناير، ثم مصر والسودان يوم 9 يوم 19 يناير يوم او الساعة 9 مساء. دي المباريات اللي هتتلعب ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. محمد صلاح وتريزيجيه بينضموا للمنتخب استعدادا لبطوله كاس الامم الافريقيه. محمد صلاح النهارده علق وقال طريق مش سهل، بس احنا هنحارب علشان نفوز بالكاس او نرجع بالكاس. خليكوا في ظهرنا وشجع دايما منتخبنا الوطني. محمد صلاح الحقيقه واحد من اهم اللاعبين في العالم كله، وواحد من أهم اللاعبين في منتخبنا الوطني. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز بهذه المباراة. بعد الفاصل هيكون عندي اتنين من نجوم السوشيال ميديا، هنتكلم معاهم في أمور كثيرة جدا تخص السوشيال ميديا وتخص النادي الأهلي وتخص منتخبنا الوطني. بعد الفاصل الحنفي وإيشو هيكونوا معايا على الهواء مباشرة. أي أسئلة حضراتكم عايزين تبعتوها ابعتوها لنا علشان نسأل فيها إيشو والحنفي، ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اتنين من نجوم السوشيال ميديا اللي بيحبوا الاهلي جدا جدا جدا، وحضراتكم كمان بتحبوهم بما انهم بيحبوا النادي الاهلي، ايشو والحنفي. ازيك يا ايشو؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام. اهلا بيك. نبدا بحنفي وبعدين الايشو. ازيك يا ايشو؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. خسيت؟ لا انا خسيت على طول، بتاع 4 5 كيلو من اللي فاتوا دول، لكن يلا. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك؟ اهلا بيك يا كابتن. الحمد لله بخير. الحمد لله يا كابتن والله الحمد لله. الحقيقه دايما حبنا للنادي الاهلي بيخلينا نعمل تصرفات غريبه جدا. تفتكر اغرب تصرف انت عملته ده قبل بس ما نتكلم في الجد، يعني تفتكره اكتر حاجه غريبه عملتها من كتر حبك في النادي الاهلي؟ مفيش حاجه يعني اكستريم اكتر من مثلا العياط بعد خساره النجم 2007. دي حاجه يعني فعلا ده اكتر ماتش يعني عياط عياط يعني لو انت لان فعلا احنا اتسرقنا، يعني احنا اتسرقنا ذهاب وعوده، فطبعا دي حاجه ما تتنسيش. التحكيم واللي هو للاسف اتمنى عدم تكرار، خصوصا ان في تصريح مشابه. يعني سبحان الله سمعنا في 2007 ان هو كان رئيس الفيفا وقتها بيقول ان هو انت بلاتر، كان بيقول هو مفيش غير الاهلي في افريقيا. تمام. سبحان الله سمعنا برضه تصريح مشابه وكانهم متفقين مع بعض ان هو برضه. لا بس ده كان مبسوط بيقول انا فاهم، بس ما احنا بنقلق بصراحه، احنا بنقلق. اتمنى بقى ان هو اللي يكون اللي هو ممكن نسميه خلاف شويه ما بين الاتحاد الافريقي وبرضه يعني ايتو كمان دلوقتي مع الفيفا. نتمنى ده يكون بقى لمصلحتنا احنا بقى، ان ما يكونش فيه وصايه بشكل ما من وراء كده، يعني ان هو كفايه على الاهلي كده، لا نكمل. لو حقنا الثالثه على التوالي ناخدها، بلاش بقى يا رب ان شاء الله، بلاش بس دايما ال 11 بتبقى يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا حنفي اكتر حاجه غريبه عملتها ايه؟ انا بالنسبه لي كان بعد هدف محمد مجدي قفشه، يعني
أفشف في الزمالك. الزمالك اوكي في 2020 بصراحه انا قلعت التيشيرت، انا ثلاث ايام صوتي ما بتكلمش بشاور بس والله العظيم من كتر الجعير اللي انا كنت بعمله مشاوره بس. انت صغير تاني؟ لا لا لحقت بطوله 2006 ولحقت 2005 يعني. لا كنت موجوده يعني. والله كان عندي ساعتها 12 سنه مثلا. ايوه يعني 12 سنه دي لسه ما كنتوش يعني الدنيا ما كانتش. لكن فاكر جونا ابو تريكه والله كنت بتفرج عليه. لسه كنت هقول لك جونا ابو تريكه فاكره كويس بتفاصيله. كنت اتفرج انا ووالدي في كافيتيريا. انا فاكر والدي شال اليوميه الترابيزه وعمل مشاكل. اهلاوي برضه اهلاوي متعصب جدا. ربنا يخليه لك يا رب. يبارك لك يا كابتن. طيب خليني ابدا معاك يا ايشو. لانه الحقيقه في هذه الايام مش فوجئنا، عارفين ايه اللي هيحصل. لكن علي معلول واحد من اهم نجوم النادي الاهلي، وفي وسط الزخم اللي احنا شغالين عليه، كاس العرب وما بعديه كاس الامم الافريقيه والمشاكل اللي بتحصل والاختيارات والتصريحات وتضارب المواعيد اللي بنسمعه وانتخابات اتحاد كوره وكذا وكذا، جدد علي معلول للنادي الاهلي. انا اعتقد ان علي ما خدش حقه الحقيقه في قد ايه ان علي ده بيحب النادي الاهلي بشكل كبير جدا. ده حقيقه يعني كابتن علي معلول، من انا اتوقع ان هو اصلا هو فعليا دلوقتي بقى من اساطير اللاعبين المحترفين في النادي الاهلي. كابتن علي معلول لعب مع النادي الاهلي 180 مباراه يعني منهم يعني فوق ال 51 اسيست، وده رقم مش قليل يا جماعه. يعني الكابتن قبل كده فلافيو او جيلبرتو نفس المركز، بقى مش هنتكلم عن المحترفين كمان نفس المركز كباك شمال، يعني بيتكلم عن 48 اسيست في 220 مباراه، لكن علي معلول 180 مباراه. فبالتالي نسبة أو معدل مساهمة علي معلول أفضل بكتير، وبالتالي إحنا قدام لاعب يعني لو كان بالمستوى ده لغاية إن شاء الله 2024 هيكون يعني فعلا من أساطير النادي الأهلي ككل، وطبعا من الأساطير بالنسبة للعيبة المحترفة. هو لاعب مهم جدا، لاعب أتمنى بس إن إحنا خصوصا بقى بعد التحليل اللي إحنا التحليل الطبي اللي هو بتاع الدي إن إيه بتاع كل لعيبة الأهلي ده، عشان ندرس اللعيبة بشكل علمي حقيقي. فدايما هو طبعا الإصابات يعني بتاعت ربنا، بس في علم في أسباب، فناخد إحنا بالأسباب، لان احنا دايما عندنا ظاهره انه علي معلول دايما للاسف كل شويه بنفتقده، اللي هو اصابات متكرره. نعم. خلال الموسم بتلاقي مثلا شهر غياب، شهرين واحيانا ثلاثه. انا اعتقد ان ده من ضغط الماتشات اكتر. ما هو دي الفكره بقى، ان هو ليه احنا بنسيبه لغايه ما يكون في خصام الصغير، يعني ما شاء الله 32 سنه دلوقتي. بالتالي انا وجهه نظري الشخصيه ان احنا لازم يكون في مدوره كبيره جدا في المركز ده بالذات، يعني ثلاث اربع ماتشات وتحط البديل، ثلاث اربع ماتشات وحط البديل عشان ما نفتقدوش فترات طويله ونحافظ عليه قدر الامكان. هنفي علي من رايي احمد طبعا عشان انا بحب ادلعه يعني. علي من رايي بيجسد مقوله مهمه جدا، ان مش شرط تكون من طالع من النادي الاهلي عشان تكون انت ابن النادي. علي انا فاكر تفاصيل لما جه في 2016 النادي الاهلي، فاكر تمسك علي ان هو يجي بالنادي الاهلي. كان وكيل علي معلول ساحدة صديقي، علي كان متمسك جدا ان هو يجي النادي الاهلي. تجديد لعلي معلول شيء كبير مش على المستوى الفني بس، لا نقاش ان علي معلول فنيا مستوى فارق جدا مع النادي الاهلي، يمكن من رايي انا افضل باك شمال موجود في مصر وفي افريقيا. ولكن تجديد لعلي معلول هو انك بتجدد للاعب شخصيه قويه، لاعب هيضيف ليك داخل غرفه خلع الملابس. والحقيقه ان الموضوع لو خدناه من زاويه اوسع شويه، الاهلي مميز جدا جدا في اخر موسمين في حته تجديد اللعيبه وقوام الفريق، تأمين اللاعبين. نعم. دي بصراحه الاهلي تفوق فيها بشكل كبير جدا جدا عن باقي الانديه، رغم الازمه الماليه اللي بيعيشها الانديه في ظل الكورونا. كل اللعيبه بتاع النادي الاهلي باستثناء وليد سليمان اقرب لاعب هيخلص في صيف 2023، يعني كمان موسمين. علي معلول، محمد الشناوي، اليو ديانج، في خطه كده ماشي عليها مجلس اداره النادي الاهلي وامير توفيق مميزه جدا ناحيه ان هي تامن لعيبه النادي الاهلي المهمين، بل ممكن نقول السكواد كله لفتره طويله. في لعيبه عقدها يخلص في 2026، ودي نقطه مهمه جدا جدا نجح النادي الاهلي فيها في ظل ان في ازمه ماليه كل الانديه في مصر بتعيشها. حقيقي برافو مجلس اداره النادي الاهلي، وبرافو امير توفيق على التخطيط الجيد للموضوع دوت. دي عقود اللاعبين طبعا اللي بتنتهي في 2023، رامي ربيعه، حسين الشحات، ياسر ابراهيم، قول يا ايشو. 23 محمد حنفي، معلش 23 مثلا محمد محمود واحمد عبد القادر وعمار حمدي، كلهم شباب صغير. رامي ربيعه، حسين الشحات، ياسر ابراهيم في 23 برضو، وعلي معلول وايمن اشرف وبدر بنون في 2024. اوكي. وعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه ومحمود كهربا في 24. علي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وبيرستاو في 24.
25 الشناوي اكرم توفيق وصلاح محسن كل النجوم الفريق يا كابتن مؤمنين بشكل جيد جدا جدا في ظل ان كل الانديه في مصر يعني بتعاني من النقطه دي. ميكيسوني وطاهر في 25، في لعبه في 26 برضو. 26 اليو ديانج اللي هو بالنسبه لي احد اهم المواهب الموجوده الافريقيه في الدوري المصري، وحمدي فتحي وكريم فؤاد وحسام حسن. طيب ده من 2023 او من 22 لغايه 26 باستثناء وليد سليمان هو اللي هينتهي عقده في الصيف الجاي، غير كده كل لاعيبه النادي الاهلي مؤمنه بشكل جيد جدا، ودي خطوه مهمه قوي من مجلس اداره النادي الاهلي وامير توفيق. اعتقد ان دي زي ما احمد بيقول ان هي خطوه مهمه جدا، ولكن في نفس الوقت تحتاج الى اداره كره قويه جدا عشان تقدر تعمل كده. بالتاكيد محتاج انت اداره تسويق، يعني محتاج انت برضو تعمل تعاقدات بشكل مستمر، يكون في تدفق مالي كويس، ما يبقاش انت عندك ازمات ماليه خصوصا في ظل العالم كله دلوقتي بيعاني بسبب وباء كورونا يعني. لكن الحمد لله نقدر نامن دلوقتي عقود لاعبينا وقائمه فريقنا ككل لكذا موسم جاي، فدي طبعا حاجه ايجابيه جدا تحسب لاداره الكوره ولجنه التخطيط ومجلس الاداره طبعا ككل. اتكلمت عن اليو ديانج وقلت انه واحد من افضل المواهب اللي موجوده في مصر، اشرح لنا اكتر. اليو ديانج بالنسبه لي هو مش مجرد لاعب افريقي جبناه سنه صغير، بدنيا هو قوي. اليو ديانج فيه ميزه بعتبرها ما كانتش موجوده في افارقه كتير قوي بتيجي مصر، وتحديدا زوج بشره السوداء السمراء، ان هو لاعب ذكي. فكره ان هو لاعب ذكي بالاضافه ان هو بدنيا قوي بتساعد ان هو يتكيف في مراكز كتير في نص الملعب. انا بشوف اليو ديانج ممكن يلعب سته وممكن يلعب ثمانيه والاثنين بيجدهم بمستوى متقارب. دي ميزه لاليو ديانج، ميزه كبيره جدا. لاعب بشوف نص الملعب عنده شخصيه، شايف الملعب كويس دايما، سنه صغير تقدر انك تستفيد منه على المستوى الفني لفتره طويله جدا. اليو ديانج سنه صغير عنده 23 سنه، ولو فكرت انك تسوق اليو ديانج هتقدر تسوقه بشكل جيد وهتجني منه ثمار. اليو ديانج احنا جايبينه مش مبلغ كبير، بحوالي مليون و200 الف دولار. اليو ديانج كان جاي لنا فيه 6 و5 و6 و7 والاهلي رفض يبيعه. دي قيمه اللاعب، ودي قيمه العين اللي بتشوف اللاعب كويس. ان يكون عندك سكواد كشاف بيقدر يشوف اللعيبه كويس. فالاهلي بيجني ثمار ان هو قدر يجيب اليو ديانج، لاعب مبشر سنه صغير بيضيف فنيا بشكل جيد جدا، بدنيا مميز جدا جدا، وان شاء الله باذن الله يكون يستمر في اللي هو بيضيفه مع النادي الاهلي. ايش هو عايز تقول حاجه؟ انا عندي بس تعليق بالنسبه لديانج بالذات. اتفضل. ان هو طبعا مفيش، مش انا مش هقيمه على مستوى استخلاص الكوره على مستوى الاداء الدفاعي كمركز سته، لكن اذا مش شايفين كده في هدفين الراجل اللي مشارك فيهم في ماتش القمه الاخير. طبعا احنا عايزين الدور ده اكتر، عايزين دور التسديد. هو راجل ما شاء الله بيكمل وبيستمر، هو لاعب ذكي، لاعب ذكي جدا ودي ميزه. فالتسديدات بقى في اليو ديانج في نص الملعب دايما بشوفه لاعب عنده رؤيه، لاعب ليه وجهه نظر ذكي. ليه وجهه نظر في نص الملعب. فهو دور التسديدات يعني شايف ان هو لو كمل بالتسديد، خصوصا هو موفق في دلوقتي هدفين اهو في ماتش قمه، مش اي ماتش يعني. فاحنا لو هو ما شاء الله رجله تقيله، بس احيانا كتير بتلاقيه بره الصندوق او بره التلات خشبات يعني. فاحنا عايزين يكون في تدريب اكتر على العنصر ده، عنصر قوي مهم جدا، اللي انت تكون جاي من نص الملعب كده وتشوط وهو ما شاء الله رجله تقيله، فانت بقى تظبطها على المرمى نفسه، هيكون في معدل اهداف اكتر جدا من اليو ديانج يعني. معلش عايز اخدكم لحاجه تانية قبل ما اروح للمنتخب وبقيه الكلام على النادي الاهلي. السوشيال ميديا ودورها مع النادي الاهلي يا حنفي. السوشيال ميديا دورها مهم جدا مع النادي الاهلي. كان في حاجات كتير الاعلام بيصدرها للناس، وحاجات معينه عن النادي الاهلي بيصدرها للناس ما كانتش بتبقى واضحه. دور السوشيال ميديا هنا ودورنا احنا كناس اهلاويه بنحب النادي الاهلي، بنحاول ان احنا نفسر الامور، بنحاول ان احنا نوضح الامور لجماهير النادي الاهلي بشكل مفسر شويه، بشكل بسيط، بشكل الشخص العادي اللي ماسك الموبايل بتاعه بيعمل سكرول على السوشيال ميديا يفهمه. مش شرط ان انا اقول له كلام كبير، مش شرط ان انا احاول اوصل له الصوره بشكل كبير، لا هو بشكل مبسط بحاول ان انا اوصله له، وبحاول في نفس الوقت ان انا ادافع عن النادي الاهلي، حق النادي الاهلي فقط. مش بنحاول ان احنا نعدي ان احنا نطالب بحاجه مش حقنا، لا، حق النادي الاهلي فقط هو اللي بنطالب بيه. هو دور السوشيال ميديا في كده، في الدفاع عن النادي الاهلي. ان احنا دايما بنكون واقفين سد منيع لحق النادي الاهلي وبندافع عن النادي الاهلي باستماته. ويشو. انا شايف بقى ان دور السوشيال ميديا الاهلاويه مختلف جدا، لانه معلش اذا كان الاعلام التلفزيوني محكوم شويه كده كده بضوابط اخلاقيه وضوابط حتى رقابيه بشكل او باخر، لكن السوشيال ميديا انت رقيب نفسك، ورغم كده هتلاقي جل، مش هنقول يا سيدي كل، لكن معظم الصفحات الاهلاويه ومؤثرين في جمهور النادي الاهلي عندهم ضوابط اخلاقيه. طبعا بتلاقي بعض جمهور المنافس بتلاقي فيه قريب من اخلاق النادي الاهلي، بالظبط بتحاول بالزبط. ان انت تاخد اخلاق النادي الاهلي وتعملها. ده حقيقي، ان انت مفيش الفاظ خارجه في انتقادك، مفيش الفاظ خارجه حتى في انتقاد المنافس، او انت حتى زي ما بيسموها في السوشيال التحفيل.
لا انت بتتكلم بشكل لطيف جدا، بتهزر عادي، كلنا بنهزر مع اصحابنا، لكن بشكل ضابط، بشكل اخلاقي، ما فيهوش الخروج، ما فيش بقى الخوض بقى في اعراض يعني بعض النماذج اللي بنشوفها على السوشيال ميديا اخرى يعني. عندنا ميزه بالظبط خالص، مظبوط، عندنا ميزه يا كابتن، بنعترف بالسلبيات لما يكون في سلبيات بنتكلم عليها، واول ناس بنتكلم عليها احنا، بنقول لا في سلبيات، في حاجه هنا ممكن نعدل فيها. ودي نقطه ايجابيه في السوشيال ميديا بتاع النادي الاهلي، ان هي مش دايما بتحاول تجمل الصوره حتى لو الصوره سيئه، لو في سلبيات بنتكلم في السلبيات. بالعكس، ده احنا اصلا حقيقه، ودي نقطه اصلا بتزعلني من السوشيال ميديا الاهليه، بتزعلني من جمهور الاهلي، ان هو احيانا، ودي النقطه بتكلم فيها كتير طول عمري بتكلم فيها، انه مثلا احيانا بنلعب مثلا ماتش وحش فنيا وحش، بس لينا ضربه جزاء، لينا هدف ملغي. في للاسف يعني كتير، يعني اسمحوا لي اقول كتير، من جمهور الاهلي عنده قناعه ان هو طالما انا وحش ما اتكلمش، لا انا اتكلم، اديني حقي، مش دور الحكم، انا بحب اتكلم عن التحكيم كتير، يعني مش دور الحكم ان هو يقيمني. انت كل واحد بيشوف شغله، اللاعب لو اثر في شغله فنيا، فانت كحكم ما ينفعش تاثر في شغلك ان انت تعاقبني ويكون ضربه جزاء واضحه ما تحسبهاليش. اعتقد احسبها، اعتقد اتحاد كره القدم المنتخب هيكون له دور، او يعني اتمنى ان هو يشارك. يعني هل ده ممكن؟ يعني بيني وبينك احنا من 2019 لغايه دلوقتي مفيش اتحاد منتخب، لجان 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 لجان، لما خلاص اتحاد الكره يا كابتن الممثل في جمال علام، الاستاذ جمال علام، قدامه تحديتين كبار، حاجتين كبار جدا. نعم. هيواجهوه. اول حاجه زي ما حضرتك قلت في المقدمه، اول حاجه هو ان هو يجد حل لازمه كاس العالم للانديه المتضاربه في المواعيد مع كاس الامم. نعم. دي مساله اتحاد الكوره، النادي الاهلي بيمثل مصر في البطوله ديت، النادي الاهلي مستحيل تحرمه من احد اهم ست لعيبه في الفريق، او احد اهم ست لعيبه في مصر في بطوله مهمه زي كده. تسعة كل الدوليين يعني. بتسعة كل الدوليين باستثناء ما عدا منتخب مصر، لو حسبنا بدر بنون وعلي معلول وأليو ديانج. فدي مهمه اتحاد الكوره، بالاضافه للتحكيم. الاهلي بمنتهى الامانه الموسم اللي فات، حتى لو الاهلي فنيا في اخر 7-8 ماتشات كان لينا بعض التعليقات، هو ده الفرق بقى، لينا بعض التعليقات في السوشيال ميديا نفسها، ان انت هنا بتقول انا عندي اخطاء وكل حاجه، بس يا جماعه زي ما ايشو قال كده، بالظبط، ادينا حقنا حقنا. يعني السنه اللي فاتت في اخر 7 ماتشات الاهلي ما كانش فنيا اعلى حاجه، وده كان طبيعي طبقا ان الاهلي لعب موسمين متلاحمين في بعض، عمل فيهم انجازات كبيره جدا جدا، صعبه. ورغم كده الاهلي في اخر 7-8 ماتشات لو رجعنا حالات التحكيم هتلاقي ان بالظبط ان الاهلي فقد لا يقل عن 9 نقط في 7-8 ماتشات كان يستحقهم بسبب التحكيم. صح، لو رجعنا ممكن نفي على ما افتكر، يعني ماتش اسماعيلي، ماتش طلع الجيش اكتر من ماتش الاهلي كان يستحق ان هو يكسب، وكان بيخسر او بيتعادل بسبب خطا تحكيمي واضح على النقيض، ان خصمك بياخد بنفس الطريقه وبيستفيد بوجود الفار بالنسبه خلاص التحكيم. احنا تجاوزنا السنه اللي فاتت. يعني بالزبط. انا اتمنى، وبيني وبينك احنا لما كنا بنتكلم مع لجنه كنت برضو وانت بتتكلم لكن انت دلوقتي بتتكلم مع اتحاد كره قدم او منتخب. مجلس اداره لاتحاد كره القدم منتخب وفي نفس الوقت باغلبيه ساحقه بالظبط، يعني 106 صوت، يعني 106 صوت 109 صوت من 116 وصوت واحد وستة يعني وستة للقائمه الثانيه، دي اغلبيه ساحقه ما شفناهاش قبل كده من زمان. بالظبط، فاحنا لينا برضو الاتحاد زي ما الاتحاد المصري دور، يا شايف برضو الاتحاد الافريقي له دور، يعني الناس دلوقتي فرحانه بالظبط المواعيد، في الناس هنا يعني شفت الاعلام المصري فرحان وبيقول ان هو اخيرا افريقيا لها صوت بقى، وان احنا مش هيفضل دايما تحت عباءه الاتحاد الدولي وليه يمين يمين شمال شمال. اوكي انا مع يعني الحته الانتماء الوطني القاري حتى ده، اوكي انا معاه، طب ما هو فين انت دلوقتي فرحان عشان افريقيا مشت كلمتها على الاتحاد الدولي فيما يخص افريقيا؟ طب ما هو برضه في ممثل لافريقيا، زي ما الاهلي ممثل لمصر في الكاس العالم للانديه، برضه الاهلي ممثل لقاره افريقيا كلها. مزبوط. والاتحاد الافريقي هو مطالب، مش بس احنا بنرجوه يعني، لا هو مطالب ان هو يتدخل ويكون في طلب رسمي كده للاتحاد الدولي، لان دلوقتي النادي ده هيكون اكتر نادي متضرر من 9 لعيبه، في 9 لعيبه غايبين عنه. وبعدين حتى على فكره لو رجع بعد كده هيكون برضه مرهقين برضه بسبب البطوله. هو ده، حتى الاستاذ احمد مجاد لما كان بيتكلم بثقه كبيره قوي ان الاهلي هيلعب بكام النجوم. احنا نفسنا نعرف دلوقتي ازاي الحل اللي هو كان عينه لنا مثلا. الاستاذ احمد اويس عنده ثقه برضو، زميلنا طبعا احمد اويس عنده ثقه كبيره جدا، يقول لك انا لسه شايف ليه بوست من شويه بيقول لك انا متاكد ان هو اربع التحت طبعا. طب ايه الحل؟ مسؤوليته هو، انا ماليش اي علاقه بالموضوع. طب ده طب ايه الحل يعني؟ هل هم عارفين حل سحري هم مخبينه عننا؟ لا، ما بيقول لك هتاجل 4 ايام كاس العالم، في ناس متاكده من الموضوع ده كانها يعني هو التاجيل ده هيبقى كويس يعني، اكيد احسن من ما فيش، بس هو للاسف نص العمى يعني. بيقول لي الامارات عندها ماتش يوم واحد في تصفيه كاس العالم، اه يوم واحد، والسعوديه عندها ماتش في اليابان يوم واحد،
والمكسيك عندها يوم 1 فبراير المباراه. نتمنى طبعا ان يتم التاجيل لان فعلا الاهلي لو هتبقى كارثه كبيره يعني. منتخب الامارات هيلعب يوم 1 في الامارات في ايران انا اسف، الجزيره ازاي هيلعب يوم 3 وعنده لعيبه في المنتخب؟ في المنتخب اه. وعلى فكره هي حتى برضو بعد التعديل ده كمان في مشكله حته الارهاق والاصلا ريتم الاهلي. ريتم الاهلي موسيماني في ماتش الرجاء قبل ماتش الرجاء بالظبط حته ريتم الاهلي ان هو الاهلي للاسف كان بيبني، احنا بدانا 6 ماتشات فوز مدة تالي الان مستوى تصاعدي وبتكسب وتدي ثقه واللعيبه بدات تقول كاس العرب قلت هي دي المشكله، رجعت قوام الفريق الرئيسي للأسف. كله بدنيا بيعاني، خلص كاس العرب رجع لعب في الدوري ماتشين ثم سافر لكاس الامم بالزبط. وهيرجع يلعب في كاس عالم الانديه يعني. انت متخيل بالاضافه ان نفس اللعيبه ديت كان بقى لهم 3 سنين ما ارتحتش من كورونا، من توقف كورونا في 2019 ما ريحوش مظبوط، 3 مواسم متلاحمين في بعض، خدوا منهم 2 افريقيا وبينافسوا على الثالثه وخدوا منه وخدوا كده. دايما لما بنسمع الكابتن خطيب وهو بيتكلم بنسمعه ان هو بيشيد دائما بهؤلاء اللاعبين وبهذا الجيل من اللاعبين لان هو عارف قد ايه كانوا مضغوط عليهم فنيا وبدنيا خلال السنه اللي فاتت تحديدا، وقدر ياخد 6 بطولات من 8 او 7 بطولات من 8 بالظبط، عاشوا ظروف صعبه جدا في ظل كورونا، في ظل حاجات كتير قوي، في ظل ضغط بدني كان اللعيبه بيعيشوه. اللعيبه خلصوا بطوله افريقيا بتاع الزمالك 2020 2021 كانت الفرق بينهم اسبوع بالظبط، الفرق بينهم بين ماتش بدايه البطوله اسبوعين بالظبط او 10 ايام بدون اي راحه. فده كان طبيعي جدا الدروب اللي بيحصل، واللي مقلقني اكتر ان اللعيبه هترجع من كاس الامم تروح كاس العالم بالظبط مستوى اعلى كمان يعني ده طبيعي من كاس الامم لكاس العالم على طول. طب طب هي اللعيبه دي ايه؟ اللعيبه دي بتتعب برضه. اللعيبه دي فريق كويس جدا طبعا واحد من الفرق الجيد وماتش يعني مهم التنافس على كاس العالم. انت محتاج تكون في اعلى مستواك، انت مش محتاج ان انت تكون بتستعيد مستواك في كاس العالم، لا انت رايح وانت في التوب فورم بتاعك في البيك بتاعك. فطبعا ده للاسف ترتيب المواعيد خلى للاسف يعني حظوظ الاهلي في كاس العالم اللي جاي ده مش كبيره عكس اللي فات. يعني اللي فات للاسف اللي عطلنا القرعه الحته دي مواجهه البايرن اللي هو لا يرحم يعني ده اللي عطلنا، كان ممكن نوصل على الاقل للنهائي فكانت فرصه افضل، لكن للاسف السيناريو بتاع الحالي يعني للاسف خصوصا انا مش بتكلم فنيا، احنا ممكن نروح ابعد كمان، ممكن نوصل النهائي كمان، بس لو كان السيناريو ده مش موجود في حته ان ده بعد امم افريقيا، لو هو كان في نهايه الموسم مثلا او في بدايه الموسم يعني اي حاجه غير بعد امم افريقيا، للاسف السيناريو ده ما خدمناش يعني كرويا ما خدمناش، مع ان الكره خدمتنا يعني. اشتركتوا في المسابقه ولا لا؟ لو لقيت انا ما اعرفش ارقام، بس لو لقيت ارقامكم هتحذف اكيد. انا انتظرونا بعد قليل ان شاء الله بعد هذه الفقره هيكون معانا سحب على اول فائز في مسابقه الاهلي في المونديال، هيكون متواجد معانا ان شاء الله عشان يتفرج على مباراه النادي الاهلي ونادي مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير. انا بتكلم على المواعيد الحاليه اللي موجوده قدامنا، ان شاء الله يكون معانا لسه على فكره بنستقبل الرسائل والتليفونات على 0900 9500 ده من اي تليفون ارضي، و 1795 من اي مسج حضرتك عايز تبعتها ابعتها على رقم 1795. وبالمناسبه السحب هيبقى على الهواء يعني مع حضراتكم هنا زي ما قلت لكم كده، هقف على الشاشه دي واعمل ومشي الارقام ونختار، ومندوب وزاره التضامن هيبقى موجود معانا الاستاذ محمد ابو العلا عشان برضو يتابع ما يحدث، وفي النهاية سيكون هناك متسابق أهلاوي. يعني أي حد اشترك يقعد قدام التلفزيون هو ممكن يلاقي في ثانية اسمه على الشاشة. بالظبط كده، ده على الهواء هنكلمه على الهواء. حاجة اللي هي على الهواء. هنكلمه على الهواء. يعني يجهز تليفونه ويقعد قدام البيت الكبير. يعني احنا دلوقتي عملنا كده ودوسنا طلع مثلا رقم 015 20 30 40 هنكلمه ونقول له انت معانا على الهواء فزت بالمسابقه، ممكن بقى يقول لك انا مسافر عايز اسافر مش عايز اسافر، يعني ما نشوف هيعمل ايه. انا 0000 يا كابتن والله. انا 0000 رن على انا شاركت. خلينا نروح نتكلم عن منتخبنا الوطني، لانه المنتخب الوطني خلاص كلها كام يوم ويكون نيجيريا في مباراه الاستعداد وطبعا لكاس الامم الافريقيه ومباراه نيجيريا. ايشو المنتخب وتصريحات كارلوس كيروش واختياراته للقائمه، الموضوع بشكل عام كده شايفه ازاي؟ هي القائمه للاسف هو اثار جدل حتى في اختياره، يعني هو اختيار في الاول اعلن عن 25 لاعب، بعد كده طلع تصريحات ان هو يا جماعه اصل عشان التدريبات وكلام من ده والزحمه وكده، وتاني يوم لما عرفوا ان في بعض المنتخبات بتعمل 28 فبقت 28 وضم 3 تانيين، فاللي هو يعني ده اصلا تخبط غريب شويه، والتخبط الاكثر في عدم اختيار قفشه. انا عندي مشكله في عدم اختيار اهم صانع العاب في مصر ومن اهم اللاعبين محليا طبعا في افريقيا في دوري ابطال افريقيا وكده، فاحنا بنتكلم عن لاعب
انا هنا مش بقول ان هو الافضل في المطلق، يعني مش اللي هو الافضل كافضل لاعب في مصر، انا بتكلم في المركز ده. في المركز ده انت ما ينفعش يكون عندك لاعب بالقيمه دي وما تختاروش على حساب لاعب لما تحطه في مقارنه معاه مش هتكون لصالحه. والمقارنه بسبب العمر، يعني انا مش بقلل برضه بعبد الله السعيد مع كامل الاحترام ليه، لكن لما تحط ان قفشه في المباريات الدوليه كلها 13 مباراه بالدقائق 787 دقيقه، شارك فيهم في سبع يعني مشاركات دوليه، يعني سبع اسيستات او سبع مساهمات منهم اربع اسيستات، فاحنا بنتكلم عن معدل ممتاز جدا في مقابل انه عبد الله السعيد صفر في نفس عدد المباريات نفس عدد الدقائق. فاذا احنا بنتكلم هنا عن افضليه دوليه لصالح قفشه. ايوه. اما حتى على مستوى الانديه النهارده قفشه هو افضل اسيست يعني صانع العاب للنادي الاهلي في السنه دي 18 اسيست، واجمالا مستغرب جدا واجمالا احنا بنتكلم 105 مباراه 52 مساهمه لقفشه 31 اسيست، 31 اسيست ده رقم كبير جدا لمحمد مجدي قفشه. فاذا ازاي انت ما تختاروش وتقول لي انا معتمد على احصائيات، فدي احنا ردنا عليك بالاحصائيات. معتمد على بدنيا، فبدنيا ازاي لاعب 25 سنه هيكون اقل من لاعب 37 سنه؟ ازاي يعني؟ مش عارف. قفشه لعب الموسم ده كابتن سبع، انا بحبه جدا قفشه، يعني اخويا الصغير يعني بنتكلم على طول، بس بعيدا والله عن ان انا بحبه وان انا اهلاوي وان انا بحب قفشه ده، لكن ما تيجي تتكلم عن الموضوع بالمنطق. لا بس ماشي اسمع منك يا احمد. قفشه في 2021 يا كابتن لعب 67 مباراه. لعب 67 مباراه مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، ده رقم مش صغير على لاعب في الدوري المصري. ان لاعب يتحمل عبء بدني ل 67 مباراه في 2021 فده كان رقم كبير جدا على قفشه، وده ردا ليه قفشه في بعض الاوقات بيكون في دروب في مستواه، او ليه مثلا جمهور طبيعي ده طبيعي ده اللي الناس مش قادره. وفي لعيب ابو تريكه نفسه ده الراجل قال له مره، مانويل جوزيه قال له مره 2-0 مش 0 هو 2 2-0 يعني دي يعني ما حدش بياخدها. ابو تريكه خد 2-0 مره وده اللي وده اللي الناس مش قادره تفهمه، ان هو قفشه فعلا من اللعيبه اللي هي من ثلاث سنين ما ريحش. ما ريحش حرفيا من 2020 لحد اللحظه ديت ثلاث بطولتين افريقيا ثلاثه دوري، ده الثالث اهوت ليه ما بيريحش. فعدد كبير جدا لقفشه في 2021، فبدا السيزون دوت مش بادئ افضل حاجه عشان نبقى واضحين، ولكن مجمل قفشه بقى اما نيجي نقيم قفشه مجمل قفشه، لا قفشه لازم يكون موجود. الكلام اللي انت بتقوله ده هو عارفه على فكره. ما انا عارف الكلام اللي هو اللي انت بتقوله ده هو مزعلش. مش زعلان؟ هو شايف، لا هو طبعا زعلان، لكن هو شايف ان هو فعلا عنده افضل، لكن هو يا عيني مضغوط. زي ما انت قلت مضغوط بالظبط كده نفسيا وبدنيا ومرهق ومجهد وكل حاجه. مجمل قفشه بقى لا في السكواد اللي موجود مع منتخب مصر في امم افريقيا لا لازم يكون موجود. اضافه هتحتاجه في اوقات كتير قوي، قفشه لاعب بيلعب في العمق بشكل جيد جدا جدا. لاعب يقدر يديك ال 90 دقيقه بشكل ممتاز عكس عبد الله. عبد الله السعيد طبعا لاعب كبير مش هقدر انكر ده، ولكن عبد الله السعيد لاعب السن وعوامل كتير قوي مش هتساعده انه يلعب. عبد الله لعيب جامد جدا طبعا بالظبط، ولكن قفشه هو ده هي دي سنه الحياه. انا عندي تعليق ان هو قفشه دلوقتي مش احسن مستواه، انا معاك في دي، بس احسن مستواه مقارنه بقفشه نفسه. لا بالظبط كده قفشه صح. ايوه بالظبط دي مهمه جدا مقارنه بالمستوى قفشه رقميا على فكره، هقول احصائيه دلوقتي مقارنه بالمستوى اللي قفشه عاشه مثلا في 2020. طبعا في اول 20 في نص 20 بالظبط خلاص ما الناس شافته بالظبط كده خلاص الناس شافته، فهتقارن بقفشه نفسه بالظبط. البطوله العاشرة قفشه كان بصراحه احسن لاعب في مصر مش في النادي الاهلي، احسن لاعب في مصر بمنتهى الامانه، قدم بطوله كبيره جدا. فهو مجمل قفشه لا كان يستحق يكون موجود في الفريق ده. ولاعب اخر برده كنت شايفه ان هو كان يستحق يتم النظر ليه على الاقل احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان عامل مستوى هايل جدا جدا في الدوري التركي. احمد من اللعيبه اللي هي مش بيبص لها كتير، بس احمد مهاجم موهوب، مهاجم كبير، مهاجم ممكن تعتمد عليه في فتره ما. احمد لاعب متنوع، يعني احمد جاب 3 جوان في الدوري التركي لحد دلوقتي، واحد برجليه الشمال، واحد باليمين، واحد بدماغه. جاب 4 في الدوري في كاس تركيا، 2 بدماغه، واحد بالشمال، واحد باليمين. فاحمد لاعب متنوع، لاعب تقدر تعتمد عليه، لاعب انا من رايي انا كان ممكن يكون موجود، كان ممكن يكون موجود مع مصطفى محمد ومحمد شريف. يعني دي ارقام احمد ياسر ريان، لعب 18 مباراه في الدوري التركي، سجل 3، صنع 1، واحد باليمين، واحد بالشمال، واحد براسه، فارقام هايله. وفي الدوري في الكاس تركيا برده جايب 4 اجوان في 3 ماتشات. فارقام احمد ياسر ريان بعيدا دي ارقامه في كاس تركيا، وبعيدا عن ارقامه احمد لا احمد من رايي انا كان يستحق النظر ليه في البطوله ديت.
بس هو لعب احمد شريف حتى مهاجم يعني كاس الامم الافريقيه اه نعم. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في احمد ياسر ريان اللي هو ان شاء الله طبعا لاعب مبشر جدا وهيجي ان شاء الله في ان شاء الله يرجع الاهلي تاني، اتمنى يرجع الاهلي تاني يعني ان شاء الله، لان هو بارقامه دي مبشر جدا. لكن احنا للاسف برضه هو للاسف حتى كيروش عنده عدم قناعه بمحمد شريف اللي هو مهاجم مصر الاول في مركز المهاجم، هو بيعتمد عليك كجناح ليه يا معلم؟ ما تلعب بيجي انت عندك احسن مهاجم في مصر ليه تحطه جناح؟ بتخسره كمهاجم وبتخسره كجناح، هو اصلا مش ده مركزه. فهو احنا بدل ما بنتكلم يعني اعتمد على تريزيجيه وينج شمال، مش وينج كمان باك شمال يعني ماشي. ما نشوف عموما احنا في ظهر المنتخب يعني اكيد طبعا يعني. اي حاجه تتوقع ايه للمنتخب اخيرا يعني، تتوقع ايه للمنتخب خلال الفتره اللي جايه يا احمد؟ متوقع يعمل بطوله جيده، وكنت مستغرب جدا من تصريحات كروش. المنتخب معاه سكواد هايل بصراحه، سكواد تقدر تراهن بيه وتراهن عليه في البطوله دي بشكل جيد جدا. ايوه تصريح حط عبء على اللعيبه اكتر من رايي انا، لان اللعيبه دي لو ما قدرتش تعمل نتيجه جيده في كاس الامم هتتحط تحت ضغط اصلا في ماتشات النوك اوت في تصفيات كاس العالم، لا بعدها إنك بشهر انك لسه عامل اداء مش جيد وخارج من امم افريقيا، عكس لو عملت اداء جيد، عكس لو وصلت لمستويات بعيده في البطوله هتلاقي في دعم في مباراه النوك اوت، فهتلاقي في ضغوط اقل على اللعيبه. اوكي فمتوقع او من المفترض يعني المنتخب مصر معاه سكواد يقدر يروح بهذا بهذه القائمه الجباره بالظبط، استثناء الاخطاء يعني اللي عملها كارلوس كيروش، اعتقد ان ممكن جدا نصل لابعد من، انا رايي ان هو يقدر يوصل لبعيد بالمنتخب. اتمنى طبعا هو يوصل لبعيد لغايه الفوز بالبطوله. يعني انا بالنسبه لي يمكن في ناس تختلف معايا، انا بالنسبه لي الفوز بامم افريقيا افضل من التاهل لكاس العالم والخروج من دور المجموعات. انا اشوف حضرتك اختلفت طبعا معايا ليه؟ لانه الفوز بامم افريقيا ده انجاز، احنا اكتر فريق او منتخب اخذ البطوله 7 مرات، اللي انت تاخدها المره الثامنه ده انجاز. لكن ان انت تطلع زي المره اللي فاتت كده توصل كاس عالم بس، المواد هو عقده بس عندنا وتحلت الحمد لله يعني، تتاهل لها وتبقى ال 31 من 32 منتخب، دي حاجه اصلا اظن مش حاجه ايجابيه اصلا يعني، دي عيب على منتخب بقيمه منتخب بس هي مصر. الحقيقه وبعدين هو كاس عالم، كاس عالم كابتن اه بالظبط، كاس عالم تعمل حاجه كاس عالم يعني. بس هي تعمل حاجه كاس عالم مش تروح كاس عالم. لو كانوا لو ظهروا بشكل سلبي في كاس امم ده هينعكس عليهم في مباراه النوك اوت، هي دي الفكره، ان الاثنين في الوقت الحالي طبقا ان هم مضغوطين في بعض بيكملوا بعض. كاس عالم يعني الواحد لكن حياته كلها دايما يقول لك كاس امم وكاس عالم. صدقني كابتن عشان خصوصا نجيب لحضراتكم كمان الجيل بتاعكم عمل كل حاجه، ثلاثة أمم أفريقيا فكان في بس هي في عقدة. هو ده ما هو ده اللي بقول لك عليه. يعني دلوقتي حضرتك هل أصلاً طب الجيل دلوقتي الجيل بتاع الجزائر دلوقتي كلنا عارفين الجيل بتاع الجزائر دلوقتي أحسن من جيل 2010، رغم إن جيل 2010 برضه وصل، يعني جيل 2010 بتاع الجزائر وصل لكأس العالم بس ما عملش حاجة، خرج برضه يعني زي ما احنا بنقول كده حصلت مجموعة يعني زي ما بيقولوا. بس عايز أقول لك حاجة، أنا في 2002 كنت بلعب إيه في كأس العالم؟ في 2002 كنت بلعب تصفيات كأس العالم بلعب مصر سيغل. كلها كانت حزينه بعد ما صعدناش بعد ماتش الجزائر الاخراني برضه عشان السنغال فاكرين يعني السنغال تأهلي طبعا فلا كانت حسره كبيره جدا على الاقل بالنسبه لناس كتيره جدا. اي لاعب بيبقى بيتمنى في الدنيا ده يلعب كاس عالم اكيد كاس عالم وجيل عظيم برضه التأهل. بس على فكره كابتن محمد وكابتن ابراهيم وعبد الستار صبري وكابتن هاني لا والفرص غريبه كانت بتضيع اصلا، كنا احنا كنا ملحوسين في الفرص. احمد حسن وكابتن بركات كباتن كبيره يعني عشان ما انساش حد. انا مش بقلل من التاهل لكاس العالم. نادر السيد كان حارس مرمى برضه تقريبا انا مش بقلل من التاهل لكاس العالم، هو التاهل لكاس العالم ده اكيد يعني ده حلم وان انت تتاهل ده الطبيعي اصلا، انت مصر منتخب مصر يتاهل لكاس العالم ده شيء طبيعي. وعلى فكره كمان ان هو اصلا من يعتبر النسخه اللي بعد الجايه بقى، انت بتتكلم ان المنتخبات هتبقى 48 وهيزيد وهكذا، فاصلا التاهل في حد ذاته هيبقى شيء طبيعي، وبالتالي الدور المجموعات احنا عشان احنا عندنا مشكله معاها صدقني، عشان احنا عندنا مشكله بقالنا قاعدين مستنيين طبيعي من 90 ل 18 من 90 ل 18. فانا فاهم ان في بس هي ازمه هي عقده، لكن اتحلت العقده هيبقى التاهل عادي. الانجاز بس ان انت تعمل حاجه بس يا عالم يعني تعدي دور ال 16 توصل بقى الحاجات الانجاز اللي انت ما فيش فريق افريقي عمله، انت تعدي مثلا دور الثمانيه ده بقى الانجاز اللي انت تفتخر بيه، حتى لو ما خدش بطوله اكيد مش تاخد كاس عالم يعني طبعا، بس يبقى اكيد التاهل دور الثمانيه مثلا ده وقتها ممكن اقول لك اهم من الفوز بكاس الامم الافريقيه، لكن ما تساويش اصلا ما تعرضش اصلا يعني مفيش تعارض ما بين الفوز بامم افريقيا والتاهل لكاس العالم، ما تاخد دي مفيش تعارض طبعا. دي الفكره ان هو مفيش تعارض بس يعني بس انا اتمنى كمشجع اشوف منتخب مصر في كاس العالم يعني انا لو ما خدتش كاس الامم ورحت انا هبقى مبسوط، انا شخصيا كمشجع هبقى مبسوط باداء كوبر برضه يعني نروح باداء كوبر برضه باداء ايه؟ باداء كوبر الواحد لا الف حلال بس نروح وبعدين نبقى نروح نتفرج معاهم في رايي كوبر عمل حاجه بالجيل ده هو عمل حاجه طبعا وصل النهائي وتاهل اوكي يعني الراجل يشكر
بس احنا كنا عايزين، احنا دايما بنحب بنشوف، مع ان اصلا اداء الجيل الذهبي كان بيلعب على الهواء المرتد اصلا يعني طبعا. بشكل مرتد، بس على الاقل بتجيب بتحقق نتائج، بتبقى انت مبسوط ان انت بتلعب ايطاليا تكسب، بتلعب البرازيل اخر لحظه كنت متعادل الدنيا رايحه جايه، فانت يعني ده انجاز. وكان حتى فعلا مستمتعين، بتكسب برضو الكوت ديفوار، بتكسب الكاميرون بسكورات 3-4 وارقام يعني جميله جدا. لكن للاسف ان انت تكسب حتى بقيت الوقت تلعب اقل فرق، مع كامل الاحترام لجميع الدول يعني، اقل فرق في افريقيا بتيجي تلعبك، اقل فرق فنيا يعني، فنيا طبعا في افريقيا بتيجي تلعبك في ملعبك هنا، وانت تبقى انت اللي واقف بتدافع. ده يعني احنا مش متعودين كده ابدا على منتخب مصر. عارفين الفقره الجايه ايه؟ اكيد طبعا السحب المسابقه. ايوه السحب بتاع المسابقه ان شاء الله هيكون الفقره القادمه. الفقره القادمه هطلع فاصل. طبعا انا بشكر طبعا ايشو واحمد الحنفي، شرفتونا ونورتونا. سعيد جدا لما بيبقى معانا شباب الحقيقه بيحب ناديه وبيحب بلده وبيحب نفسه ان هو يقف قدام كل ما يحدث ضد ناديه بمنتهى الادب وبمنتهى الاخلاق. والحقيقه ايشو والحنفي اتنين من الامثله اللي ماشيين بهذا الشكل، اخلاق ومبادئ النادي الاهلي. وان شاء الله يبقى عندنا امثله كثيره جدا خلال الفتره الجايه. انا بشكركم جدا على تواجدكم معانا. هسيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل، وبعد هذا الفاصل ان شاء الله اول فائز في مسابقه الاهلي في المونديال على الهواء مباشره. هنشوف مين هيكون سعيد الحظ، بعته لسه قدامنا 10 دقائق مثلا ولا حاجه، يكون فيهم مسجز وتليفونات على 0909500 ده من اي خط ارضي، او 1795 ابعت اي مسج على 1795. بعد الفائز بعد الفاصل بعد الفاصل الفائز الاول في مسابقه الاهلي في المونديال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا حاجه هامه جدا الحقيقه. بقى لنا اسبوع الحقيقه بنعلن عن وجود مسابقه. المسابقه دي هيكون فيها فائز او اربع فائزين. الفائز الأول هيكون معانا النهاردة على الهواء مباشرة وفي حضور وزارة التضامن كلها، يعني أستاذ محمد أبو العيلة. ازيك يا أستاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ إيه الأخبار؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. النهاردة هنختار حد، حضرتك طبعًا هتكون موجود معانا، هختار حد متسابق من المتسابقين اللي بعتوا على الأرقام اللي حضراتكم أجزتوها لنا. تمام. علشان يكون موجود معانا إن شاء الله في كأس العالم للأندية. إن شاء الله مبروك مقدمة. أكيد. طيب. انا ما سالتوش على فكره قبل الهوا، وقال لي بلاش اسئله مفاجاه. فانا بساله السؤال المفاجئ اهو. انت اهلاوي؟ اهلاوي طبعا. ها؟ مفيش حد مش اهلاوي. لا في، بس يعني نسبه قليله، نسبه قليله. فان شاء الله بعد قليل، او انا هقوم دلوقتي مع حضراتكم، وعندنا ارقام كثيره جدا سواء على رقم 0909500 او على المسجز حضراتكم بتبعتوا لنا على 1795. الرسائل ابعتوها لنا على هذا الرقم. لسه نبعت؟ ايوه ابعت لغايه لما اقف على رقم. بعد ما اقف على رقم هقول لحضراتكم من هو الفائز، وهنجيبه معانا على الهواء مباشره طبعا في وجود الاستاذ محمد ابو العلا من وزاره التضامن الاجتماعي. وبعد كده هنعمل ايه؟ هننقل على السؤال الثاني. الفائز الثاني هيكون معانا ان شاء الله الاسبوع الثاني من هذه المسابقه يوم الاربعاء القادم الساعه برضه 11:10 11:15 كده، يكون معانا فائز تاني يسافر مع النادي الاهلي لمشاهده مباراه النادي الاهلي ضد مونتيري المكسيكي. ان شاء الله هتكون اولى المباريات في كاس العالم للانديه. ان شاء الله ان شاء الله تكون بعد يوم 5 كمان ان شاء الله. استاذ محمد انا هقوم اتفضل يا فندم. بعد اذنكم. توفيق. طيب دي الارقام اللي هتكون معانا. طبعا هي بعيده، احنا هنعمل استاذ محمد هنطلع وننزل بالارقام اللي حضراتكم شايفينها دي لفوق ولتحت، علشان نقف مره واحده على رقم من الارقام اللي هتكون، او مش اللي هتكون، اللي هيكون فائز معانا على الهواء مباشره. ارجو ان ما حدش يدعي الباقي ما يدعيش عليا. اللي هيكسب هيدعي لي بس الباقي ما يدعيش عليا. عشان كده استاذ محمد انا هديهم ظهري. ينفع؟ مش مشكله. ينفع؟ عشان ايه؟ انا هفضل اعمل كده شويه علشان حضراتكم تشوفوا يعني كمية الحاجات اللي مبعوتة. الحقيقة حضراتكم عاملين شغل رائع جدا، فده مجموعة كبيرة جدا من الاس ام اس والاي في ار اهو. انا هبص الناحية التانية عشان محدش يقول لك اسلام ايه عمل مش عارف ايه. اهو كلها ارقام امام حضراتكم. ايوه
ها مين اللي هيدوس يا جماعه؟ قول الرقم ولا لسه؟ طيب انا هعمل كده اهو. تمام تمام تمام. هو ده الرقم الفائز بمسابقه الاهلي في المونديال. ده الرقم هيكون معانا، هذا الرقم اخره هقول اخر اربع ارقام 3260. 3260 ده الرقم الفائز معانا بجائزه السفر الى مونديال الانديه مع قناه النادي الاهلي على الهواء مباشره. هيكون معانا دلوقتي، يلا شباب اتصلوا بهذا الرقم. مش هقدر اقول الرقم كله طبعا، لكن اتصلوا لنا برقم اخره المعمول عليه العلامه 3260. هذا الرقم هو الرقم الفائز ب او اول اسبوع، في اول اسبوع من مسابقه الاهلي في المونديال. طب لسه في مسابقه ثانيه، ايوه الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. الاربعاء القادم هيكون معانا ايضا فائز ثاني على الهواء مباشره، علشان يكون هنقدر نعمل كده كل يوم اربع من كل اسبوع، علشان اربع فائزين. ده الفائز الاول، هيتبقى ثلاث فائزين يكونوا معانا في مباراه النادي الاهلي ضد مونتيري المكسيكي. المباراه طلعت يوم 5، طلعت يوم 7، طلعت يوم 9. حضرتك هتكون معانا وتتفرج على النادي الاهلي وهو بيلعب هذه المباراه في ابو ظبي. بتكلموه؟ طيب نكلمه يا استاذ محمد. انت عارف بقى لازم يبقى على الهوا علشان نحتفل باحد الاهلاويه اللي هيسافر معانا. اعتقد ان مثل هذه المسابقات بتعمل تنشيط للامور. اكيد طبعا يعني، بس المفاجاه تبقى شديده بس عليه شويه، هينبسط جامد. هينبسط. الله يصدق بس. اتمنى ان هو يصدق، يعني هو لو فتح التلفزيون هيصدق. اكيد لو فتح التلفزيون على قناه الاهلي اعتقد ان في عدد كبير من الناس هيكون متواجد على قناة الأهلي. فعلا الأستاذ أشرف الفائز الأول في مسابقة الأهلي في المونديال. أستاذ أشرف ألف ألف مبروك، حضرتك معانا على الهواء مباشرة في البيت الكبير في قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله حضرتك هتكون فائز معانا برحلة إلى مباراة الأهلي ومونتيري. إن شاء الله تسافر قبل المباراة بيوم وترجع بعد المباراة بيوم. ألف مبروك يا أستاذ أشرف. الله يبارك فيك. ألف ازيك يا كابتن اسلام؟ الله يخليك، الحمد لله. اعتقد ان انت سعيد ومبسوط يعني ولا؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا يا كابتن. حضرتك اللي بعته ولا مين؟ لا انا اللي بعته. والله؟ انت منين بقى؟ انا من المنصوره. من المنصوره بعت رساله واحده ولا ده اس ام اس؟ بعت رساله واحده ولا؟ بعت اس ام اس. واحده بس؟ لما شفت. واحده بس. اول واحده بعتها. اول واحده انت بعتها. شفت الاعلان على الانستجرام تقريبا وبعت على زر الرساله. على انستجرام. حضرتك يعني عرفت ساعتها ان مش هينفع تعمل تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، وقلت هبعت المسج زي ما احنا كنا بنقول، لانه الاسبوع اللي فات. نعم بعت على الرساله على رقم 1795 تقريبا. تمام. انت كل الشروط موجوده، يعني انت فاكسينيت، يعني واخد الفاكسين؟ الفاكسين، جواز سفر. في ايه تاني؟ بقيه كلنا بقى، بقيه الشروط اللي موجوده. موجود الحمد لله. كله موجود الحمد لله. الف الف مبروك يا استاذ اشرف. يعني سعداء جدا بوجودك معانا. ان شاء الله الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله تكون موجود معانا في السفريه واول متسابق الحقيقه في البيت الكبير. انا بشكرك جدا يا استاذ اشرف على وجودك معانا، شكرا جزيلا. استاذ اشرف، اسمه استاذ اشرف ايه؟ أشرف أحمد زكي؟ طيب مش أشرف نور الشريف يعني؟ أستاذ أشرف أحمد زكي هو الفائز الأول في مسابقة الأهلي في المونديال، إن شاء الله يكون معانا في هذه المسابقة، ويكون معانا في المباراة الأولى إن شاء الله في مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي. طيب ايه هي بقى المسابقه الجديده؟ المسابقه الجديده او السؤال الجديد، تبعت لنا اي مسجز على رقم 1795 او من اي خط ارضي على رقم 0909500. سؤال الاسبوع القادم اللي هو ان شاء الله استاذ محمد هيبقى يوم الاربعاء اللي جاي. ان شاء الله السحب هيكون يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله. السؤال مع حضراتكم على الهواء مباشره، اين سيقام كاس العالم للانديه 2022؟ سؤال صعب قوي الحقيقه، يعني
أين سيقام كأس العالم للأندية 2022؟ رقم واحد الإجابة اليابان، رقم اثنين الإجابة الإمارات، رقم ثلاثة الإجابة المغرب. أين سيقام كأس العالم للأندية 2022؟ اليابان، الإمارات، المغرب. زي ما حضراتكم بقى عرفتوا احنا طول الأسبوع بننوه عن هذه المسابقة. من أي خط أرضي تتصل على 0909500 أو تبعت لنا أي رسالة على رقم 1795 وتقول لنا أين سيقام كأس العالم للأندية 2022. هتكتب رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة، اتصلوا على الأرقام الظاهرة أمام حضراتكم. ألف مبروك يا أستاذ أشرف، الأستاذ أشرف أحمد زكي أولى المتسابقين الفائزين أو أول الفائزين اللي هيكون موجود معانا إن شاء الله لمشاهدة مباراة الأهلي ومنتخب. أستاذ محمد شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك وألف مبروك للأستاذ أشرف وشكرا لكم. أنا اللي بشكرك شكرا جزيلا ودائما وزارة التضامن الاجتماعي معانا في كل شيء. شرف لينا. شكرا جزيلا. أنا بشكر طبعا كل العاملين في القناة النهاردة لأن عملنا مجهود كبير جدا جدا حتى نصل إلى هذا الأمر. خلينا نطلع فاصل بقى وبعد الفاصل هنكمل حلقتنا. عندنا ايه في الجزء الاخير من هذه الحلقه؟ عندنا كريم وثابت والحمد لله ما حدش فيهم كسب، الحمد لله لان هم كانوا معايا على الهواء الاربع اللي فات، كل اربع هيبقوا موجودين. طيب فهيكون معايا ان شاء الله كريم سعيد واحمد ثابت، هنتكلم عن النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني وفرص منتخبنا الوطني في الفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه. بعد الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت على الهواء مباشره في البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احسن حاجه اتبسطت فيها ان هم ما كسبوش الحقيقه، لان هم من ساعه ما دخلوا هم داخلين يقولوا لي احنا ما كسبناش. طب ايه؟ قلت لهم وبعدين احمد ثابت بخيل، انت بخيل. ازيك يا بعت السلام؟ الحمد لله تمام كله كويس. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله تمام. الف مبروك للكسب اكيد طبعا. احمد زكي مبروك عليه بصراحه، فرحه كبيره تلاقيها عنده دلوقتي. يعني ان شاء الله يكون الباقيين كمان ان شاء الله الثلاث اسماء القادمه ربنا يكرمكم وتبقوا فيهم. انا كان رقمي فيه 3-3 والله. عارف هغيرك، هبتدي من الاول وجديد، هقول له استاذ محمد، اقول له لا استاذ محمد. لا طبعا ابعتوا طبعا يا جماعه، المسابقه هتفضل موجوده طوال هذا الاسبوع ان شاء الله. يوم الاربعاء اللي جاي نختار المتسابق الثاني ان شاء الله اللي هيكون معانا في المونديال، مونديال الانديه ومباراه الاهلي ومونتيري. عندك امل ان الاهلي ومونتيري يبقى بعد يوم 5؟ والله يا كابتن اسلام يعني ان شاء الله يعني نتمنى يبقى في تاجيل كام يوم، بس القرار اللي طلع يعني امبارح بتاجيل موعد ارسال القوائم ليوم قبل 48 ساعه من المباراه ده قرار جيد اعتقد. يعني احنا نبعت القائمه بتاعه المباراه يوم 3 فبراير، ده قرار ممتاز جدا 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 ويفيد النادي الاهلي ويخلي. انا بشوف ان هو يعني ايه الاستفاده يعني، ما هو كده كده معروف مين اللي هيبقى موجود. مش قصدي بس فكره ان انت هتكون عرفت ساعتها منتخب مصر. عرفت كتير غير لما انا النهارده اقول لك ابعت القائمه يوم 23 يناير 24 يناير وانت مجبر خلاص بقى الموضوع فاهم. فان شاء الله اعتقد يعني الفيفا واضح ان في يعني في الكواليس قرارات بتطلع بتخلي الدنيا ابسط من قبل كده. ده كان قرار اعتقد يعني بيفيد النادي الاهلي بتاخير ارسال القوائم، وان شاء الله ليه لا لو فانتينو يعني بس يخلص خناقته مع صامويل ايتو اللي دايله دي تبقى الدنيا. هو الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا ده حقيقي؟ لا انا عارف ان ثلاث ارباعه حقيقي لا غير حقيقي. مش بالشكل ده، مش بالشكل ده، مش بالشكل. كان في مشكله كان انفانتينو واضح واضحه واضحه انفانتينو قال انا مش لا لا احنا اختلفنا. ايوه لا مش لدرجه ان هو قال لا 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 الاتحاد طبعا الاتحاد الدولي مش هيقعدوا في لا 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 اصل ده بروتوكول. لا طبعا مفيش الكلام ده خالص، لكن انفانتينو قال ان هو شايف ان صامويل ايتو يعني متحمس واخد الموضوع بشويه حماس زايد على اللزوم، لكن اكيد يعني واضح ان مفيش الكلام الجامد اللي احنا عرضناه على السوشيال، لكن هو اكيد مليون في الميه ان صامويل ايتو اصلا من تصريحاته قبل ما يكون رئيس للاتحاد الكاميروني كانت كلها متجهه في نفس التراك بتاع ان احنا القاره الافريقيه مظلومه، احنا بنعامل معامله سيئة. وطبعا يعني الامانه في برضه بعض التصريحات اللي هي مش مبرره زي يورجن كلوب يعني لما طلع واتكلم على البطوله لا وتخل برضه ده كلام برضه مش 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 لطيف. وان كان طبعا الاجنده الدوليه ما هي برضه في يعني الطقس والمناخ
المختلف في القرارات دي مش يعني مش ذنب حد. يعني هم عملوا لك العبها في شهر 6 بلعبها في شهر 6 يا عم تعالى انت العب كده ورينا. ايوه بالظبط ما ينفعش تعرف شو هتلعبها ازاي في الصيف في افريقيا يعني بتبدي دول في افريقيا عن دول ثانيه مش تلعبها في الصيف مش تعرف في الصيف العب في شمال افريقيا. لكن انت النهارده في شمال افريقيا ما احنا لعبنا كاس امم في مصر في الصيف وكان لطيفه وما فيش مشكله يعني. لكن بتكلم طقس وسط وغرب افريقيا في شهور 5 و6 و7 و8 انت بنتكلم على سيول ويعني والناس اللي سافرت نيجيريا والكاميرون في الشهور دي عارفين ان انا بتكلم عنه صعب جدا جدا اصلا تمشي في الشارع مش روحها تلعب بطوله. فبالتالي اعتقد يعني الفتره الجايه ممكن ان شاء الله الفيفا ياخد بعض الامور بشكل جيد ليناسب النادي الاهلي في البطوله ان شاء الله. خبوا الرقم من احمد عشان ما يحفظوش. توقعك يا احمد ان ممكن ولا لا بالنسبه لكاس العالم للانديه؟ صعب لان مش المسابقه ما تقلقش. صعب لان التذاكر نزلت يعني تذاكر الماتش الاولاني. لا معلش الماتش بدل ما يبقى يوم 5 يبقى يوم 9 مش دي لازمه بس يعني هننزلوا التذاكر ليه؟ نزلت امبارح ولا اول امبارح تذاكر ماتش الاهلي؟ التذاكر نزلت اول امبارح فصعب يعني اعتقد صعب يعني يعني ان شاء الله تتحل باذن الله يعني تيجي حل اللي بتقوله ده. بس حاولي هو صعب وان شاء الله تتحل يعني هي صعب الامور. لا صعب يعني اعتقد ان احنا لازم خلاص نتكيف على الوضع الحالي. لازم ان احنا ان شاء الله المنتخب باذن الله يوصل لدور ادوار بعيده سواء او ياخد البطوله كمان باذن الله يعني. احنا نجهز نستغل بقى ان في عندنا كاس الرابطه الفتره دي نبدا نعتمد. اعتقد كاس الرابطه هيبقى شيء جيد. طبعا كاس الرابطه ده هيبقى مفيد جدا للنادي الاهلي في كذا حاجه. اول نقطه ان احنا لازم نجهز العناصر البديله والعناصر الاساسيه اللي ما كانتش بتاخد في الفتره اللي فاتت زي حسام حسن زي كريم فؤاد زي احمد عبد القادر زي في لعيبه كتير جدا يعني. وفي برضو ممكن تصعد عناصر من الشباب يبقى انت في نفس الوقت بتدي لعيبه حسام حسن قلنا حسام حسن واحمد عبد القادر وكريم فؤاد وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وعمار حمدي لعيبه كتير جدا. انت عندك تشكيله باسم صلاح محسن تشكيله قويه جدا تقدر ان انت تديها وتلعب برضو بنفس التشكيل يعتبر هو الاساسي وممكن تصعد برضو بعض العناصر الشابه زي محمد فخري مثلا مواليد 99 محمد مغربي مساك كويس جدا مواليد 2001 في المنتخب الاولمبي ممكن تدي فرصه لمصطفى شوبير مع علي لطفي مع حمزه علاء حارس المنتخب الاولمبي برضو في لعيب يعني محمد فخري زياد طارق كل دي لعيبه كويسه جدا يعني ميدو نبيل ميدو اسامه يعني ممكن انت في نفس الوقت بتعمل خليط مش معنى كده ان انت هتلعب بالشباب لا انت هتدي اللعيبه الاساسيه وفي نفس الوقت ممكن تكمل القائمه بالشباب لو كسبنا لعيب او اتنين مع العناصر الشابه يبقى انت كسبت فرقه اساسيه وفرقه شابه وفي نفس الوقت جهزت نفسك لكاس العالم للانديه. النهارده لو العناصر اللي هي مش موجوده معاك انت حوالي 9 لعيبه يعني هم السته بتوع منتخب مصر وعندك بدر بنون وعندك علي معلول مش موجود وعندك اليو ديانج مع منتخب مالي 9 لاعبين مش موجودين وبالتالي لازم نجهز نفسنا من دلوقت عشان ما نرجعش بقى نقول ايه طبعا هيبقى يعني طبعا هيبقى غياب 9 لاعبين ده حاجه فارقه مع النادي الاهلي بالتاكيد يعني ان انت تلعب كاس العالم للانديه من غير 9 لعيبه اساسيه ولكن احنا لازم مش هيغيبوا كلهم مستحيل العالم هيوصلوا فاينل انت عندك منتخب مالي قوي هيوصلوا فاينل منتخب مالي مع علي ديانج ممكن يوصلوا نص نهائي عندك منتخب مالي قوي ممكن يبقى الحصان الاسود يعني سيمي فاينل ولا ما هيلعب ثالث ورابع برضه يعني كده كده قاعد للثالث ورابع اشك الاربع منتخبات يوصلوا سيمي فاينل دي تبقى صدفه صدفه ايه فاحنا لازم ده كاس الرابطه لازم نستغلها في كده احسن من اللي بعده كاس الرابطه لازم نستغلها في كده ان انت لازم تجهز بقى بعض العناصر وعندك لعيب زي قفشه ما انضمش للمنتخب مع احمد عبد القادر مع بيرسي تاو مع ميكيسوني مع طاهر محمد طاهر عندك صلاح محسن وحسام حسن فانت هتقدر تعمل برضو ان شاء الله توليفه جيده باذن الله وتكون جاهز تحسبا لاي حساب من دلوقتي يحصل اي حاجه المنتخب ان شاء الله وصل للنهائي او اخذ البطوله او وصل نص النهائي تبقى انت جاهز ده اللي احنا لازم نشتغل عليه ونسعى والباقي ان شاء الله بتاع ربنا يعني يا رب من بوقك لباب السماء قال لك صعب بس تتحل ان شاء الله متفائل احمد ايه متفائل ربنا يكرم والله لا هو لازم نتفائل اصل هنعمل ايه برده بيني وبينك برده 9 لاعبين كتير جدا ان هم ما يبقوش موجودين 5 لاعبين 3 لاعبين كتير ان هم ما يبقوش موجودين حتى لو على سبيل المثال 9 سين يعني انت بتتكلم على مجموعه معظمها اساسي مع الفريق مش موجود على الدكه يعني هو التسعه دول ومعاهم مثلا بيرسي تاو ومجدي قفشه بالظبط اللي ممكن يكونوا بالظبط الفريق الاساسي الفريق الاساسي صحيح.
للنادي الاهلي وقال ما نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. ولكن اعتقد مع انتخاب مجلس اداره اتحاد كره القدم الجديد برئاسه الاستاذ جمال علام يجب ان يكون لهم دور ومحطوطين في اختبار صعب جدا يا كريم. طبعا يعني اكيد مجلس اداره منتخب افضل الشكل افضل من حته ان في لجنه متعينه من قبل الفيفا في السنتين اللي فاتوا. ربما طبعا انتخابات كانت نزهه يعني الموضوع كان بسيط ما فيش منافسه قويه، لكن بنتمنى لهم التوفيق، بنتمنى لهم ان هم يكونوا معانا شافوا المشاكل. شيء جيد انت متابع يعني شيء جيد تبقى عارف انت هتكسب. لا مش قصدي شيء جيد انك متابع المشاكل عارف ايه هي، لان اكيد وانت متابعها ليك وجهه نظر وليك راي. لما انت تبقى قاعد على الكرسي وفي المنصب المفروض يبقى الامر سهل بالنسبه لك في مواجهتها، بس اهم حاجه ان انت فعلا وانت بتواجه الملفات اللي عندك تبقى واضح ومباشر. عجبني جدا النهارده ان معظم يعني الاتحاد لما اتكلموا على حته كاس الامم والكان والحته ان احنا رايحين مش هنروح تمثيل مشرف ورايحين نكسب البطوله، وبالتالي كيروش هما بكره رايحين المعسكر المنتخب فراح هوب كيروش مشفت تصريحاته وطبعا بعد شويه عن الكلام المفروض كان يتقال في الغرف المغلقه اللي هي بنود العقد زي ما قلت لحضرتك تفتكر هنا في البيت الكبير. انا قلت لحضرتك من قيمه اسبوع قلت لك عقد كيروش ما فيهوش اي بند بيلزمه بتحقيق اي شيء في كاس الامم، ولكن الحاجه البند الوحيد اللي محطوط في عقده هو التاهل ل المونديال. لو ما تحققش من حق اتحاد الكره ان هو يفسخ العقد، وبالتالي انا بشوف ان اتحاد الكره النهارده في التعامل مع التصريحات على كاس الامم اعتقد كان تصريحات جيده، وواضح جدا ان الجميع بيتكلم بنفس اللغه اللي احنا بنتمناها. هو ده امر اثر على كيروش ونتمنى له ان شاء الله حتى لو في انتقاد نتمنى ان هو يكون اتعلم الانتقاد في بطوله كاس العرب، وان شاء الله نقدم بطوله كاس امم افريقيه مختلف عن اللي قدمناها في 2019. متوقع ايه لمنتخبنا يا احمد في البطوله؟ يعني ان شاء الله يعني انا متفائل، يعني ممكن اعتقد ممكن نوصل نص نهائي. يعني ممكن نوصل نص نهائي، بس هي في حاجه انت على حسب الطريق، انت لو صعدت اول لازم تصعد اول في مجموعه مصر، لازم. ليه؟ عشان تبعد عن الجزائر. يعني انت لو صعدت تاني هتقابل اول مجموعه الجزائر، بصراحه هتخرج بدري. لو صعدت تاني من مجموعه مصر هتقابل الجزائر، دي نقطه مهمه لازم تكون في الحسابات، لان الجزائر حاليا اقوى منتخب افريقي وهو المرشح. بشوف ان هو مع السنغال بصراحه. وهو طبعا، بس الجزائر اقوى كمان، لان الجزائر عندها انسجام اكتر من فرقه السنغال، عندها مدرب محترم جدا جمال بالماضي عامل معاهم شغل محترم جدا. فانت لو انت صعدت اول يبقى انت بعدت عن الجزائر، مشوارك هيبقى في ثالث المجموعه، يعني هتلاعب ثالث اللي هو من احسن الثالث. وبالتالي هتبقى طريقك اسهل شويه، في دور الثمانيه هتقابل غانا او بوركينا فاسو، فطريقك هيبقى اسهل شويه ان انت توصل نص نهائي لو صعدت اول في المجموعه. عشان كده بقول لو صعدنا اول احنا ممكن نوصل نص نهائي، لكن لو صعدنا تاني هتقابل الجزائر في دور ال 16، فهتبقى الامور صعبه جدا. فمن ده انا شايفه بالنسبه لطريق مصر يعني. فلازم الجهاز الفني يشتغل على النقطه دي، ان انت لازم تصعد اول، مهم قوي ان انت اول مباراه. احنا حظنا مش حلو ان انت هتقابل نيجيريا اول مباراه دي برضو، بس احنا عملناها في 2010 بس وكان كسبنا يعني في المباراه الاولى. اعتقد غياب فيكتور اوسمين الاخير ده بسبب كورونا. فيكتور اوسمين لا فيكتور نفسه لوحده غيابه طبعًا يعني اداك هداف، وهداف نيجيريا في التصفيات كمان. لا مرعب بتتكلم مهاجم واتفورد فاعتقد يعني بيديك مساحه كبيره قوي ان انت تلعب فريق مختلف عن الفريق كنا ممكن نلعبه لو فيكتور اوسمين كان اربعه هو كريم كمان في اربعه بس هو هنتكلم على يعني على في ثلاثه جامدين قوي يعني اوسمين ودينيس مهاجم واتفورد ده برده ماشي بشكل كويس جدا في الدوري الانجليزي غايب. والمدافع الاساسي بتاعهم بالاجون اللي هو كان بيلعب في البوندس ليجا وراح رينجرز الاسكتلندي ده بتاع احمد حجازي بتاعهم نفس الستايل بتاعه نفسه مدافع خبره، بس لسه في عندهم نديدي وعندهم احمد موسى طبعًا وعندهم موسى سايمون ده نفاس وشيكويزي طبعا بتاع فيا ريال، يعني فرقه قويه. لكن اكيد بعد غياب فيكتور اوسمين بيدينا يا كابتن اسلام مساحه ان احنا المباراه دي فعلا تبقى يعني انا شايفها المباراه بقت اسهل شويه عن وجود فيكتور اساسي مع الفريق ده. احنا بنتكلم على مهاجم مؤثر ما يشبه كده تاثير محمد صلاح معانا. ياه طبعا فيكتور اوسمين طبعا بنتكلم يعني
طب احنا هنتكلم اكتر على الشاشه تقالي على المنتخب النيجيري وبقيه المنتخبات، ولكن نخلي المنتخبات نتكلم عنها في على الشاشه. لكن خليني ارجع مره ثانيه لكاس الرابطه يا كريم. هل ترى كاس الرابطه لها دور في ايقاف الاهلي ان شاء الله على رجله يعني خلال الفتره اللي جايه ولا لا؟ قطع فكره رائعه جدا، فكره رائعه جدا ان هي بتدي مساحه للمجموعه الغير الدوليه مش بيتم يعني اختيارها سواء للمنتخب او حتى بعد كده للمنتخبات الاولمبيه. يعني انت الفتره دي تلعب فيها بطوله ثالثه مع الدوري والكاس، اعتقد امر جيد بيدي اللعيبه مساحه للاحتكاك وكمان ذهنيا. ان انت يعني طبعا في الماتشات في الفتره دي كنا بنلعب ماتشات وديه، فطبعا اي لاعب ما بياخدش الماتش الودي بنفس الاهميه بالماتش الرسمي. وانا متاكد ان مع منافس مع يعني مرور المباريات والمنافسه وتصاعد المنافسه الايام الجايه هتسخن طبعا. بدايه انا في وجهه نظري مع ماتش الاهلي والاسماعيلي ماتش الاهلي والاسماعيلي هتبدا ناس مهما كانت الامور، بس ماتش الاهلي والاسماعيلي طبعا ماتش جميل. اعتقد ان ده مفيد للنادي الاهلي بشكل كبير، وضعا في الاعتبار طبعا ان في انديه كتيره ملهاش لعيبه في المنتخب، فبالتالي هم بيلعبوا بنفس اللعيبه اللي بتلعب في الدوري، فاهمني يا كابتن سامي؟ فبالتالي انا شايفها احتكاك جاي جدا جدا جدا, جداً للاهلي وللزمالك طبعا. وشايفين الاهلي فيه قفشه هيلعبوا احنا لو قلنا تشكيله كده مع بعض لو قلنا تشكيله اساسي مثلا يعني علي لطفي في حراسه المرمى، لو موسيماني هيلعب بثلاثه ورا هيحط محمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، دول الثلاثه كريم فؤاد ومحمود وحيد، اتنين ارتكاز عمار حمدي واحمد عبد القادر، وقدام بيرسي تاو وقفشه وحسام حسن، وعندك صلاح محسن احتياطي، عندك مغربي مساك احتياطي هيخش معاهم، عندك محمد اشرف باك ليفت منتخب اولمبي باك شمال كويس جدا، عندك قدام طاهر محمد طاهر، عندك الشحات في دكه قويه جدا يعني تشكيله قويه. مصطفى شوبير في حراسه المرمى الحاجه برضو الوحيده بس فعلا تحس ان هو ايه خط وسطنا اتخذ بالكامل هو ده الخط الوحيد اللي فيه ازمه يعني سبحان الله. عمار وعبد القادر الاثنين والاثنين بلاي ميكرز الاثنين بلاي ميكرز الاثنين اساسيين عندك منتخب مصر واليو ديانج كمان ممكن تحط عمار ومعاه مثلا بس مفيش هارد ديفندر ست ممكن تحط ياسر ابراهيم وجهه نظري او رامي ربيعه ممكن رامي ربيعه ممكن وتلعب هو لو فضل بيلعب بثلاثه ورا هيحط رامي في اللي هو مركز حمدي فتحي وهيبقى قدامه احمد عبد القادر وعمار حمدي وهيخش معاهم بقى هو هيصعد ممكن هيبقى معاه فخري من فرقه الفات الشباب هو معاه فخري في الحته دي بالعاده كده انت عندك الوقت ده ان انت تقدر تغير فيه كيفما تريد صح صح محدش هيقول لك يعني لانه طبعا جمهور النادي الاهلي فاهم كويس جدا ان المباريات دي هتكون اكثر تجريبيه يعني من اي شيء اخر لانه النادي الاهلي بيعد نفسه لبطوله كاس العالم للانديه عايزين نكسب عايزين نفوز بالبطوله ولكن في النهايه هي اعداد اكثر منها اي شيء اخر يعني ولازم كمان كل لاعب مستني الفرصه دي فرصته يعني بالزبط. واحد زي حسام حسن ما بتلعبش اهو 8 ماتشات جات لك الفرصه واحد زي كهربا واحد زي طاهر محمد طاهر مشى وسجل عمار حمدي كريم فؤاد محمود وحيد لعيبه اللي المفروض اللعيبه بتاعه النادي الاهلي انت جات لك الفرصه اهو عندك 5 ماتشات موت نفسك بقى ريتمك عايزين عندك 5 ممكن تلعب السادس في كاس العالم صح يعني صح صح, صح. يعني لو انت اثبتت نفسك اثبتت نفسك صح. تلعب السادس في كاس العالم صح كلمه حلوه قوي كمان يعني. نفس الماتشات دي نقطه مهمه نفس الفرقه دي هي الدوري يعني مفيش اختلاف عشان برضو بعض اللاعبين ممكن يقول لك ايه انا بيتم تجربتي في بطوله اقل لا خالص هي نفسها لان معظم منتخب مصر اصلا متاخد من الاهلي والزمالك وشويه من بيراميدز والمحترفين وخلاص ونادي طلائع الجيش او نادي فيوتشر 6-3 بس فبالتالي اعتقد دي فرصه كويسه وبحيي بصراحه صاحب الفكره جيده جدا 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 وتفيد اللاعبين وتفيد الانديه وان شاء الله نلاقي فيها منافسه جيده كنت بس اتمنى الجوائز يعني تزيد شويه بس يعني كان معايا الاستاذ احمد دياب امبارح وقال انه هو ده يعني الرابطه دفع ايجار الملاعب اوكي ودفع اعتبروها يعني من التكلفه للانديه ودفع مستحقات الحكام جميل مستحقات الفار أوكي. وقال لي 4 حاجات والرابعه البرودكشن بتاع النقل المباريات والله بص يا كابتن كبدايه حاجه التالي. ممتازه لا كبدايه حاجه ممتازه ممكن يخلص السنه دي يبقى الاول ياخد 1.5 مليون والسنه الجايه نضاعف لما يعني طبعا يكون في رعاه يخشوا البطوله طبعا يعني تجيب ثمنها يعني برضو محتاجين برضو للنقل والمتابعه هنشوف متابعه الجمهور ليها خصوصا ان هي جايه في متزامنه
مع بس هي المباراه هتبقى الساعه 2:30 بتاعت زمان دي، فاكر انها بتاعت عشان مواعيد كاس الامم الثمانينات اللي احنا كنا نخلص صلاه العصر وتسمع اللي هو بيخش جون الاهلي في صلاه العصر، كان دايما الكابتن شطه يحكي لي الموضوع ده. فان شاء الله تبقى بطوله جيده، وانا شايف احتياج جيد، وباذن الله باذن الله الجميع يستفاد منها يا رب ان شاء الله. على الجانب الاخر يا احمد، هي فرصه للجميع زي ما حضرتك بتقول، ولكن ايضا قد تكون بتحط ضغط على بعض اللاعبين، لانه يعني تسمع كلام كتير جدا خلال هذه الايام واشاعات كثيره جدا، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. انا شايفها لا، فرصه كويسه جدا لكل اللعيبه، مش ضغط يعني. انت عندك ماتشات، تعتبر 5 ماتشات اهو بتتمرن بشكل كويس، تقدر تثبت نفسك يعني. محمود وحيد معلول طبعا بسم الله ما شاء الله عليه، فما بيلعبش محمود وحيد. طب انت جات لك الفرصه اهو بقى بالراحه كده، موت نفسك في المباراه الجايه. واحد زي كريم فؤاد النهارده، كريم فؤاد ده لعيب جوكر، ممكن تحطه باك يمين، ممكن تحطه باك شمال، ارتكاز، جناح. يعني كريم فؤاد ده برضو انت ممكن لو اثبت نفسه تلاقيه اساسي في مباراه من مباريات كاس العالم يعني. فدي المباريات حتى الناشئين اللي ممكن يتصعدوا او ممكن ياخدوا فرصه، لازم كل اللعيبه دي في الفتره الجايه تموت نفسها. ليه؟ ان انت الفرصه اللي تجيلك لازم تتمسك بيها، ولازم تشتغل صح في مباراه كاس الرابطه، تاخدها بكل جديه وتلعبها. النتيجه دي حاجه بتاعت ربنا، ولكن لازم ان انت تجتهد وتعمل اللي عليك. وبرده بالنسبه لحراسه المرمى، عايزين نشوف برده حارس زي مصطفى شوبير، ان احنا ما شفناهوش قبل كده يعني غير مباراه واحده بس، لما ياخد برده في مباراه دي اتمنى ان شاء الله انه ياخد مباراه ونشوفه. كذلك حمزه علاء حارس المنتخب الاولمبي. فعندنا برده نقطه حراسه المرمى النهارده لما بتصنع علي لطفي، طبعا هو اللي اكيد هيبدا اول مباراه يعني. فعلي لطفي برده لما انت بتكتسب خبرات لحارس تاني او بتدي بياخد الماتشات تدريجيا ويجيب البدني بتاعه ويبقى فيه منافسه، النهارده بتخلق نوع من المنافسه، الاساسيين لما يرجعوا يبقى فيه منافسه، وده اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي. وهو ده اللي احنا عايزينه دايما خلال الفتره اللي جايه في النادي الاهلي، لان الكل ينتظر مباريات النادي الاهلي في كاس الرابطه، لانها قد تكون في حاله بقاء الامور على ما هي عليه، قد تكون المباراه الاولى للنادي الاهلي ان شاء الله يوم 5 فبراير وتتعارض، وان شاء الله يكون منتخبنا الوطني وصل للمباراه النهائيه، فسيكون وجهه النظر يعني الواضحه انها ستكون خير اعداد للنادي الاهلي قبل كاس العالم للانديه. عموما بما اننا بنتكلم عن المنتخب وماذا سيحدث مع منتخبنا الوطني، هنتكلم عن المنتخبات الاخرى في نفس المجموعه، منتخب نيجيريا، منتخب السودان، ومنتخب غينيا بيساو، ولكن بعد هذا الفاصل مع احمد ثابت وكريم سعيد على الشاشه او على السبوره زي ما انا دايما بسميها. نطلع فاصل وبعد الفاصل سبوره البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. طيب النهارده الموضوع مختلف شويه، النهارده عندنا المدير الفني لمنتخبنا الوطني كارلوس احمد ثابت، وعندنا المدير الفني لنيجيريا مش فاكر اسمه اوجستي كريم سعيد اوجستي. خلينا نشوف النهارده منتخب مصر وهو بيلعب منتخب نيجيريا ايه اللي هيحصل من خلال وجود طبعا كريم سعيد واحمد ثابت على الشاشه. اتفضلوا. طيب في البدايه كابتن اسلام، انا وجهه نظري منتخب مصر عنده مشكلتين مع منتخب نيجيريا. طبعا في منتخب نيجيريا قعد فتره طويله مع المدير الفني المخضرم الالماني رور، ورور سابهم قبل الكان، وجه باسيرو بشكل رسمي، ولكن باسيرو اتفق مع الاتحاد النيجيري ان هو يتولى القياده رسميا بعد كاس الامم فعليا يعني، لكن هو هيتابع الفرقه في الكان ومش هيتحمل مسؤوليتها، اللي هيتحمل المسؤوليه الكامله المدرب المساعد اوجستين اللي هيكمل مع باسيرو، وباسيرو هيبدا يشوف الفرقه عشان النوك اوت بتاع التصفيات الاخيره للمونديال. ايوه. ايه المشكلتين اللي انا بتكلم عليهم لمنتخب مصر قدام منتخب نيجيريا لما نجيب السبوره ونشرح الطريقه اللي بيلعب بيها المنتخب النيجيري؟ المنتخب النيجيري في وجهه نظري اول مشكله لينا معاه هي طريقه اللعب. طريقه اللعب منتخب النيجيري في مبارياته الاخيره كان واضح جدا ان الفرقه متجهه للثلاثه خمسه، ممكن عشان الفيديوز اتنين، والطريقه دي مين واجهنا بيها في بطوله كاس العرب يا استاذ احمد؟ المنتخب التونسي مع منذر الكبير، لعبنا بثلاثه ورا بخمسه ورا، ووضح ان احنا كان عندنا مشاكل فنيه في التعامل او اللعب قصاد فرقه بتلعب بالطريقه دي. وطبعا
اكيد 100% ان سكواد او قائمه المنتخب التونسي اضعف بكتير من قائمه المنتخب النيجيري. لما نيجي نقول اسماء منتخب تونس صعب جدا اقول ان هم عندهم نفس الامكانيات او عندهم نفس لا بس الأسماء. منتخب تونس عندهم لعيبه كويسه جدا جدا يعني فضل. لكن في وجهه نظري يعني بقول يعني نيجيريا اقوى شويه كقائمه لاعبين خصوصا كمان الانديه اللي بيلعبوا فيها في اوروبا. وبالتالي اول حاجه احنا محتاجين نفكر فيها هو ازاي هنواجه فرقه بتلعب بالثلاثه خمسه اتنين، خصوصا ان احنا بنتكلم على فريق ما بيدكش المساحات اللي انت محتاجها على الاطراف سواء على الطرف اليمين او على الطرف الشمال. وكمان النهارده لما نشوف كلام احمد موسى على محمد صلاح نستشف منه ان هم اصلا مركزين جدا جدا مع محمد صلاح. محمد صلاح طبعا عامل احمد موسى لاعب نيجيريا طبعا احمد موسى لاعب مخضرم وشفنا طبعا احمد موسى في مونديال 2014 كان حاجه بصراحه حاجه عظيمه يعني لعيب قوي جدا جدا ومكمل لغايه دلوقتي. وطبعا اكيد مش هيبقى اساسي مع الفريق بسبب عامل السن ولكن لاعب خطر جدا جدا ان احنا لازم ناخد بالنا منه وناخد بالنا من تصريحاته. تركيز محمد صلاح واضح جدا المنتخب النيجيري هيلعب ال 3 5 2 عشان يوقف بيها محمد صلاح. محمد صلاح طول ما انت بتلعب قدامه باربعه في ازمه صح بالنسبه لك، لكن لما تلعب قدامه بثلاثه هيبقى هنا عندك محمد صلاح عنده مشكله مع اللاعب ده. هيبقى في النهارده مثلثات معموله من اللاعب ده اللي هيقدر كونج اللي هو بيلعب في واتفورد. هنجيب بقى التشكيل انا بتكلم الاول بس يا احمد على ايه على الخطه نفسها. في مساك لو سمحت سيب مدرب منتخب نيجيريا يقول اللي هو عايزه. في مساك هيبقى متطرف على الطرف عشان يقفل لك الجناح واصلا اوريدي في جناح قدامه. وكمان انا في وجهه نظري المهاجم الثاني اللي امامي هيبدا ناحيه اليمين يرحل عشان يقفل الجبهه دي قدام محمد صلاح. محمد صلاح يبقى عنده ما يشبه المهمه الثلاثيه قدام المنتخب النيجيري يا كابتن. طيب تعال بقى نتكلم على الاسماء اللي احنا هنشوفها في الملعب. طبعا احمد قال واحنا قاعدين ان بالوغان لاعب مدافع رينجرز مش هيبقى موجود في القائمه بسبب برضو المشاكل اللي حاصله في موضوع كورونا. طيب مين بقى المدافع التاني اللي عندهم؟ تروست ايكونج مدافع واتفورد الانجليزي، مدافع قوي جدا جدا جسديا، ربما يكون لاعب بطيء بس هو بيلعب دايما في العمق ما بتلعبش على الطرف ان هو بطيء لكن قوي جدا على المستوى البدني. اللاعب التاني الممتاز في دفاع نيجيريا في وجهه نظري الشخصيه استاذ احمد اوازيم مدافع لانا سبور التركي، لاعب مهم جدا 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 في الدفاع النيجيري. واللاعب اللي في وجهه نظري هيخش بدل بالوغان هو هيبقى كينيت اوميرو. والتلاته دول اكيد طبعا منتخب النيجيري خسر بالوغان طبعا لاعب مهم جدا في الدفاع، ولكن فكره الثلاثي ده في دفاع منتخب نيجيريا اكيد مع الطريقه هيديهم عمق دفاعي مميز. لما نبص على الاطراف نروح نشوف على الجبهه الشمال اللي هي في وجهه نظري الفول باك اللي هيواجه محمد صلاح هو جميلو كولينز الفول باك لنادي بادربورن الالماني، بيلعب في الدرجه الثانيه، مدافع كويس ولاعب كمان سريع وبيقدر يطير على الجبهه دي، لكن اكيد هيبقى عنده مهام دفاعيه مع محمد صلاح. على الناحيه الثانيه نفاسه نيجيريا الصاروخ السريع جدا 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 موسيس سايمون لاعب فريق نونت الفرنسي، لعيب سريع للغايه محتاج بصراحه جهد بدني كبير عشان تقدر تواجه السرعه بتاعته على الاطراف. نيجي في وسط الملعب حدث ولا حرج طبعا الهاف ديفندر الاساسي لفريق ليستر الانجليزي، طبعا واحد من نجوم الدوري الانجليزي واحد من نجوم فريق ليستر ويلفرد ديدي، طبعا كلنا بنتابعه مع ليستر سيتي خلال الفتره الاخيره ولاعب مميز جدا جدا جدا. وفي قدامه طبعا هيبقى في موجود ايوبي طبعا لاعب خط وسط نادي ايفرتون، وطبعا قريبه اللي بيلعب في رينجرز الاسكتلندي. ونروح لقدام بقى طبعا فيكتور زي ما قلنا في بدايه الفقره ان فيكتور اوسايمن مهاجم نابولي مش موجود، فبالتالي انا في وجهه نظري كان المفروض يخش بداله ايجالو، بس ايجالو طبعا عنده من قيمه ساعتين في ازمه كبيره جدا ما بين ايجالو وما بين نادي الشباب السعودي، نادي الشباب مش عايزه يسافر وفعلا واضح ان في يعني تصرفات من ضد النادي اللي هي متعمده ان هو ما يسافرش، وفي دلوقتي مفاوضات
مع الاتحاد النيجيري عشان يلحق البعثه، لان في وجهه نظري البديل الامثل لفيكتور اوسيمين هو اودين ايجالو. طبعا المهاجم الثاني بيلعب معاه هيبقى ايناتشو، مهاجم نادي ليستر وبرضه زميل نديدي في نفس الفرقه. بقى تشكيل قوي جدا وجهه نظري، الفرقه دي والاسماء دي ايه اللي يديهم قوه زياده؟ طريقه اللعب. طريقه اللعب 3-5-2، ودي بقى الاستاذ احمد كيروش هيقول لنا ازاي ممكن منتخب مصر يلعب قصاد الفورميشن او قدام التكتيك اللي انا شرحته. مستر احمد كيروش اتفضل. مستر احمد كيروش، يعني انا شايف اولا ان نيجيريا فيها رابكه قدام، فيها غيابات كتير، ثلاثة راس حربه مش موجودين اساسيين، فانت لازم تستغل النقطه دي، ان انت لازم تضغط عليهم من بدري. واضح جدا ان هم خايفين من محمد صلاح، لازم تضغط من بدري، ولازم انت اللي تاخد المبادره مش انت اللي تسيب لهم المبادره. تعال نشوف تشكيل منتخب مصر الاقرب. طبعا في حراسه المرمى محمد الشناوي، الاثنين المساكين ككروش طبعا بيعتمد عليهم اساسي احمد حجازي ومحمود الونش. ناحيه اليمين اكرم توفيق، واكرم توفيق طبعا هيبقى عنده صراع قدام كولينز اللي هو الظهير الايسر بتاع نيجيريا، والناحيه الثانيه احمد فتوح عنده معركه رهيبه جدا مع الباك اليمين السريع اللي هو موسيس سيمون. ما اعرفش، انا متخيل ان هو ممكن يكون ايمن، ايمن اشرف اقرب. أنا الناحية الدفاعية أقوى من أيمن أشرف مكان ويضم في الحالات دي، ويضم في الحالات الدفاعية ويلعب بالثلاثة مساكين. أعتقد بالنسبة لكيروش صعب، يعني كيروش بس هو على رأيك، هو كيروش دايماً بيحافظ على الأربعة الأساسيين ورا، ما بيغيرهمش. أكرم توفيق فتوح لا، وأحمد لعيب جامد جداً، بس هو في الآخر أنا أقصد إن يعني الناحية الدفاعية أقوى لأيمن أشرف. بس هو النهاردة أنت بتلعب طريقة كيروش 4-3-3. الأربعة دايرة نكمل دايرة يا جماعة. ادي ماشي ادي الاربعه بتوع منتخب مصر اهم. الثلاثه اللي في النص طبعا هنا هيبقى حمدي فتحي بلا جدال. حمدي فتحي هو اللي بيرجع يغطي ورا بالعمق الدفاعي، وهو اللي بينزل يستلم ويعمل التمريرات الطوليه. أيوه. ناحيه اليمين دي بقى المشكله اللي هتواجه كروش، عمرو السوليه مش موجود. طب انا البديل بتاعه مين؟ مين الاقرب اللي يلعب في الحته دي؟ هل عبد الله السعيد هيستحمل الاسماء اللي انت قلتها كريم والجهد البدني بتاعه ولو انا عايز اعمل ضغط عالي؟ اكيد لا، هيبقى صعب جدا. عبد الله هياخد وقت 10 دقائق ربع ساعه. فانا اعتقد ان الاقرب للمركز ده بالنسبه لكروش هيبقى واحد من الاثنين، يا زيزو الزمالك لاعب نادي الزمالك، يا اما تريزيجيه. تريزيجيه لعب المركز ده في بدايته كلاعب 8. اعتقد ان ده هيبقى الفكر بتاعه، ان هو هنا تريزيجيه في الحته ديت او زيزو. زيزو الاقرب بنسبه 70%، ممكن بديله يبقى تريزيجيه. طبعا هنا محمد النني لا خلاف عليه، دول الثلاثه الارتكاز. وجهه نظر انا، معلش انا هقول مستر كيروش، ان هنا احمد حمدي فتحي من ناحيه اليمين النني، ناحيه الشمال تريزيجيه. تريزيجيه لو تريزيجيه لعبها، بس لو زيزو لعبها هيبقى يمين. هيبقى يمين يعني على حسب، لو زيزو هنا هيبقى هنا، لو النني هيبقى هنا. صح. تمام، على حسب، على اساس ان السوليه ده كان مكانه، فانا كنت بتكلم ان ده بديله. نيجي بقى للثلاثه اللي قدام برضو. طبعا هنا محمد صلاح، هو كيروش اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال ان انا بلعب بطريقه 4-3-3 دي عشان خاطر محمد صلاح. هو الطريقه اللي نجح فيها في ليفربول مع يورجن كلوب، ان هي ما بتديلوش مهام دفاعيه كتيره. ادي محمد صلاح، وهنا مفروض عمر اختار الاو تاني. ماشي، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، ده بنسبه 99% هيبقى عندك تشكيل. عندك تشكيل قوي قوي، تشكيل قوي جدا صراحة. وعندك دقه قويه جدا، وعندك بالظبط، اتفضل، عندك دقه قويه. انت عندك مثلا هنا ممكن لو دخلت عمر مرموش وتودي تريزيجيه جناح، عندك رمضان صبحي وينج، عندك بديل لمحمد صلاح زيزو، عندك الثلاثه اللي في النص احنا اتكلمنا قلنا ممكن تريزيجيه 8 وقلنا ممكن زيزو، وعنده كمان ممكن يدخل واحد زي مهند لاشين كبديل، عبد الله السعيد بياخد في الحته ديت. فانت عندك حلول كتير، عندك اللي ورا بسم الله ما شاء الله في محمد عبد المنعم، في محمود علاء، في باكات، فعنده تشكيله وسكواد قوي جدا يقدر ان هو يواجه بيه منتخب نيجيريا. انا شايف ان انت لازم تضغط ضغط عالي من البدايه، اول 10 دقائق حتى على نيجيريا تحاول ان انت تجيب هدف مبكر، هتفرق معاك جدا. دايما الدخول للبطوله مبكرا بهدف وان انت تسجل بدري بتمشي مع المنتخب. يعني لو نفتكر 2010 احنا كنا كلنا 2008 2010 كنا كلنا خايفين، لما مشت معانا وجبنا هدف بدري، وحتى نيجيريا كانت سجلت فينا التعادل او سجلت مبكر واحنا رجعنا. فدي حاجه مهمه جدا. تعالى بقى نيجيريا لازم عشان تضربها تعتمد على برضو الضربات الثابته. عندنا ميزه ان الثلاث منتخبات اللي هنلاعبهم عندهم مشاكل في الضربات الركنيه والضربات الثابته، وده لازم يبقى كروش بيشتغل عليه في اليومين دول. لازم تحفظ لعيبه منتخب مصر الضربات الثابته في مشكله. تعال نشوف نيجيريا في كام واحد جوه الضربه الركنيه. 1 2 3 4 5 6، ادي 9 لعيبه واتلعبت جوه منطقه الجزاء. وطبعا هنا
يعني هما بيلعبوا مان، ما بيلعبوش زون، هو موقف واحد بس على القائم القريب وواحد هنا وبيلعبوا مان، فواضح جدا ان دي طريقه لعبهم وعندهم مشكله واضحه فيه. ده هدف كان الراس الاخضر الماتش الاخير كاب فيردي، جابوا فيهم جون من ضربه ركنيه، فدي مشكله واضحه لازم ان انا ادرب اللعيبه في اليومين دول على تكتيك الضربات الركنيه والثابته بحيث ان احنا نقدر نستغل الحاجه دي، النقطه دي المهمه جدا. برضو لو شفت غينيا بيساو هتلاقي في نفس المشكله عند غينيا بيساو، برضو ضربه ثابته، ده جون المغرب في غينيا بيساو، بص كام واحد، 7 في الحته دي بس، الغينيا بيساو اللي هي اللي لابسه اخضر والمغرب اللي لابسه ابيض، هنا 7 على 5، وبص هتلاقي الجناح اللي هو لابس رقم 15 ده واقف لوحده، اللي هو بتاع المغرب اللي عليه الدايره الزرقاء ده واقف لوحده خالص، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كل اللعيبه واقفه وده واقف لوحده، وبيلعبوا برده مان وده واقف لوحده او فاضي. ففي نكمل بقيه اللعبه هنلاقي ان هو اللعيب ده بقى فضل لوحده واتلعب جوه منطقه الجزاء ودخلت هدف. فانت عندك حظك حلو ان انت بتلاعب فرق الثلاث فرق اللي انت بتلعبهم في المجموعه عندهم مشكله في الضربات الثابته، ده شيء طبعا مهم اكيد. بس انا تاني بشوف ان زي ما قلت يا احمد ان هدفنا صدارة المجموعه طبعا، واللي بيها طبعا هدفنا صدارة المجموعه مهمه يا كابتن اسلام لتجنب مواجهه محتمله قدام الجزائر. وبالتالي انا اهم ماتش عندي فعلا ماتش نيجيريا، انا شايف ان احنا قدام غينيا بيساو قدام السودان فعلا في فجوه كبيره في المستوى، والمفروض الست نقاط قدام غينيا بيساو والسودان يبقوا مضمونين، ولكن الصداره هتتلعب على مباراه اول مباراه ما بين مصر ونيجيريا. هنا بقى السؤال اللي احنا محتاجين نجاوب عليه يا كابتن اسلام، هل طريقه 4 3 3 اللي بيطبقها كيروش في الفتره الاخيره واللي شفناها في كاس العرب، هل هي وطريقته والتكتيك بتاعه مناسبه للتعامل مع 3 5 2 او 3 او 5 3 2 اللي احنا شفتها وتونس لعبتنا بيها؟ والامانه منذر الكبير تفوق علينا تماما. هقول لحضرتك، هقول لك على حاجه كريم، انت الثلاثه اللي انت كنت بتلعب بيهم غير الثلاثه دول، انت محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، لا الوضع هيبقى مختلف، وضع مختلف تماما. بس احنا لعبنا بالتشكيله ده قدام، خلي بالك ما هو زي ما انت بتقول يا كريم، كل المنتخب نيجيريا عامل حساب لمحمد صلاح طبعا، وعارفين مرموش كويس وعارفين مصطفى محمد كويس، هيبقوا او يعني المدرب بتاعهم اكيد فاهم الموضوع كويس، فهيبقى الباك رايت وهو بيجري عامل حسابه ان انا عندي مرموش، اكيد طبعا طبعا، باك ليفت وهو بيجري انا عامل حسابي ان محمد صلاح موجود طبعا. انا بس بتكلم في حته يا كابتن اسلام، بتكلم في التطبيق التكتيك، اللي مثلا ماتش انجولا احنا كنا بنلعب بالفول سكواد بتاعنا بكماسيه، وتاخرنا 2-0 في الشوط الاول، بعيدا عن حته ان البنالتي كان بنالتي او بنالتي مش بنالتي، بس ارجع شوط تاني، بس اللي بتكلم فيه ان انت في بعض الاحيان بتقف عاجز تكتيكيا عن مساعده اللاعبين، لان اللاعبين طبعا اكيد قائمه مصر الحاليه اقوى في وجهه نظري من السكواد اللي لعب كاس افريقيا 2019، ده بدون شك اكيد امر ده واقع، ولكن السؤال هنا هتستغلهم ازاي؟ هتوظفهم ازاي؟ صح. هي دي الفكره. انا في وجهه نظري كيروش لازم في بعض الاحيان ما يبقاش متمسك بالاربعه ثلاثه بتاعته لابعد شيء، لا في بعض الاحيان ممكن الجا ليه 3-4-3 اذا مثلا فكره ايمن اشرف لعب معايا، انا بصراحه بحبسها جدا، ليه؟ انها بتديني عمق دفاعي ممكن اواجه بيه العمق الدفاعي بتاع المنافس، ولا والعمق الهجومي بتاع المنافس ده انت محتاجه في السرعات بتاعت نيجيريا اكيد طبعا، مجموعه المهاجمين اللي كانوا موجودين قدام انت محتاج العمق الدفاعي يكون عندك كويس بالظبط، لان الفكره في حته ايه، ان خلينا كده بصراحه يا كابتن اسلام، كيروش لسه جديد علينا، ومهما النهارده كان عنده خبره ومهما كان عنده قدرات، اكيد عنده قدرات تدريبيه كويسه، بيحتاج وقت عشان يفهم اسلوب الفريق اللي هو لسه ماسكه طبعا، بعيد عن التصريحات الدبلوماسيه اللي هو بيقولها. فاحنا في الاخر مش عايزين نبقى محطه تجربه في وقف قدام نيجيريا، ما ينفعش اقول ايه انا بجرب خلاص وقت التجربه انتهى، بس هو بيحفظ اللعيبه المهام، يعني بدا يحفظ اللعيبه، يعني هو مثلا الثلاثه الارتكاز، انت محمد صلاح بيدخل لجوه يبقى الطرف ده بيطلع لبره، بدا يحفظهم، يعني السوليه حتى بيعملها مع زيزو او حسين فيصل في كاس العرب اللي هو بيخش للعمق مثلا الارتكاز الثالث ثاني بيطلع على الطرف، فانت دي محتاجه وقت يعني. بس انا شايف ان ده برضو الاختبار الحقيقي لكروش طبعا ده الاختبار الحقيقي لكروش في الناس تحكم عليه بقى في البطوله، خصوصا كمان قدام فريق يعني انت ممكن معرض انك تلعبه في برضو الجوله الفاصله لتصفيات المونديال، يعني اللي فات حاجه، اللي فات حاجه واللي جاي حاجه ثانيه. طب طب من الاخر انت أكيد. انت هتحكم على كروش في البطوله دي، انت بقى معاك العناصر كلها الاساسيه، معاك السكواد كامل، عملت كاس بطوله كاس العرب دي كانت خير اعداد لان انت تتعرف على الاقل الجزء الدفاعي
واتعرفت على حارس المرمى واتعرفت على لعيبه الوسط، ولو انت جايب اصلا المحترفين جاهزين، يعني هم جايين كلهم نجوم في فرقهم، فانت جايبهم، فانت ده الاختبار الحقيقي لكروش. واكتسبت برضو بعض الاوراق زي عمر كمال، زي مهند لاشين، كسبت كام ورقه كويسه معاك، اكيد المفروض ان هي تضيف لك في الفريق، ولكن الاكيد ان احنا محتاجين من كروش في الوقت الحالي ان في مباراه نيجيريا يبقى بيدينا الاجابه على الطريقه المثاليه للمجموعه اللي معاك، وافضل توظيف للمجموعه اللي معاك دي في الطريقه اللي انت هتختارها، ان هو ده دور المدير الفني، عشان ما نخرجش من حته الحسابات ازاي. ان ساعات الناس بتسال يا جماعه واحنا هنحاسب كروش ازاي؟ كروش لسه جديد، هو لسه جديد، لكن بعد بطوله كاس العرب في وجهه نظري الشخصيه انت بقيت ملم تماما بكل الاوراق اللي معاك. ليه؟ ببساطه عمر كروش ما هيعلم محمد صلاح او مرموش او مصطفى محمد هيتحركوا ازاي، هو مجرد بس هيقول لهم خلي بالكم انا هنا بلعب بالطريقه الفلانيه اللي انتوا عارفين التكتيك بتاعها، فتنفذوا لي التكتيك المناسب للطريقه دي بالزبط. هو ده انا بتكلم عليه، لكن اكيد هو مش هيمسك محمد صلاح او مرموش او مصطفى محمد ويعلمهم ازاي يتحركوا داخل الملعب، لان دي مش من مهام المدير الفني للمنتخب، ده ربما يكون من مهام المدير الفني للنادي. صح. بس طيب غينيا بيساو اخبارها ايه؟ غينيا بيساو طبعا بيدربهم المدرب باسيرو كاندي، لو جبنا نستعرض برضو التشكيل بتاعهم، هما اللغه بتاعتهم البرتغال، فهتلاقي الاسابيع القادمه هنبقى نفصل بقى مش كده؟ اوكي. هما اللغه بتاعتهم البرتغال، فهتلاقي عندهم 23 محترف في اوروبا منهم 12 في الدوري البرتغالي. لغينيا بيساو طبعا حته البورت، طبعا هو في حراسه المرمى عندهم جوناس مندس في حراسه المرمى، نيجي للاثنين المساكين دجالو واوبا، الاثنين دول مساكين. عندهم نانو الباك رايت ده بيلعب في بورتو البرتغالي، قيمته التسويقيه 1.8 مليون، بالمناسبه محمد صلاح هو اغلى لاعب في البطوله، قيمته التسويقيه 90 مليون يورو، يليه ساديو ماني، يليه اشرف حكيمي، يليه ويلفريد نديدي، دول اغلى اربع لعيبه في البطوله. كاندي الباك ليفت برضو في الدوري البرتغالي، بيورا والفارو سيميدو الاثنين الارتكاز، كاسامة ده صانع العاب كويس جدا. اللعيب بقى اللي هيبقى مفاجاه غينيا بيساو في البطوله من وجهه نظري ماما بالدي، ده بيلعب اول مره يعني هيشارك في بطوله كاس الامم، بجناح طروال فرنسي، لعيب كويس جدا الجناح اليمين اللي هو اسمه ماما بالدي، قيمته التسويقيه 4.5 مليون يورو، ده اغلى لعيب في فرقه غينيا بيساو. الجناح الشمال بتاعهم جورجينيو، وقدام طبعا فريدريك مندي المهاجم بتاع غينيا. يمكن غينيا ما عندهمش مشاركات افريقيه كتير عكس نيجيريا، غينيا تاريخها طبعا كله مشاركتين بس، يعني هم مشاركتين 2012 و2015 ووصلوا نص نهائي في 2015 في المشاركه الثانيه ليهم، عكس نيجيريا. نيجيريا انا بسميها اللي هي نيجيريا عاشقه المركز الثالث في كاس الامم، بالمناسبه يعني نيجيريا مثلا وصلت نص نهائي، نيجيريا وصلت نص نهائي 15 مره في بطوله كاس الامم، زي مصر اكتر فرقتين اكتر دولتين وصلوا لنص النهائي نيجيريا ومصر، بس نيجيريا من ال 15 مره خدت اللقب 3 مرات بس. اوكي. كم مره بقى المركز الثالث؟ 8 مرات. 8 مرات لنيجيريا المركز الثالث واربعه المركز الثاني. مين اقوى نيجيريا ولا غينيا؟ نيجيريا طبعا. نيجيريا اقوى من غينيا على الرغم من هنا 23 محترف. بس غينيا يعني غينيا اولا مشاكل دفاعيه كتير، الاثنين المساكين واحد فيهم ما بيلعبش في نادي، واحد في البرتغال، مشاكل دفاعيه كتيره جدا. طيب يعني لا نيجيريا طبعا اقوى. اخيرا منتخب يعني مصر قادر على الفوز على المنتخب النيجيري يا كريم؟ طبعا قادرين بس نشتغل، يعني طبعا قادرين وعندنا الاوراق وقائمتنا قويه جدا، ولكن محتاجين نشتغل ومحتاجين كمان ندرس المنتخب النيجيري كويس، ويعني نواجهه باللي هو يستاهله، ما نلعبش بدماغنا. يعني تاني بكرر نفس النقطه اللي قلناها في كاس العرب، في بعض المباريات كان واضح جدا جدا ان كروش عنده بعض العند في التمسك في بعض الافكار اللي هو مؤمن بيها. اوكي انت مؤمن بيها وبتشتغلها طول حياتك، لكن افرض ان ما تناسبش الموقف اللي انت فيه، هو ده اللي بس اللي احنا بنطلبه من كروش. احمد، اهم مباراه لكروش مع منتخب مصر في ولايته مباراه نيجيريا. برافو عليك. ليه بقى؟ اولا انت لو ما كسبتش هتصعد تاني، هتبقى هتقابل الجزائر، فهتبقى الفرصه صعبه. لو كسبت هتبقى بدايه كويسه جدا، ان شاء الله هتصعد اول، هتقابل احسن توالت في الفرقه الباقيه، حتى لو وصلت نص نهائي وخرجت هيبقى الشكل مش وحش، الشكل كويس جدا،
ان انت وصلت نص نهائي وكان في مجموعه زي دي، عشان كده انا وبتديك دفعه. البدايه دايما في بطولات كاس الامم دايما لما بتبقى بمكسب بتفرق كتير قوي طبعًا. عشان كده بشوفها اهم مباراه في ولايه كارلوس كيروش، في ولايه كارلوس كيروش مع منتخب مصر مباراه نيجيريا. وعايز برضه اضيف حاجه على كلام احمد سريعا، ان خصوصا نيجيريا فعلا ممنوع الخساره قدامها. ليه؟ ان لا قدر الله، لا قدر الله وخسرنا قدام نيجيريا، احنا بيديهم دفعه قويه علينا كبيره. العكس الكلام بقى، اذا اذا لا اذا اذا القرعه حطتنا مع بعض بتبص لقدام كمان دي هتبقى، وطبعا هتعمل حاجز شكي كبير مع المنتخب النيجيري. فنتمنى ان شاء الله المباراه دي ما نخسرهاش. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في كاس الامم الافريقيه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا يا ابو حميد. ان شاء الله نتقابل الاسبوع القادم. هتشوف بقى، مش عايزك تبعت انا مسج. انا بعت مسج. انا بقول لك اهو، انا رقمي فيه 3. سؤال صعب كمان، خلي بالك سؤال صعب قوي. اسال سؤال. انا بشكركم شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. النهارده كان على الارقام الامام او اللي هتنزل لحضراتكم خلال الايام القادمه 0909500. اتكلم من اي رقم ارضي وجاوب على سؤال الحلقه او سؤال هذا الاسبوع، اين سيقام كاس العالم 2022؟ ابعت رساله على 1795 او على اي رقم ارضي، اتصل من اي رقم ارضي على رقم 0909500. بدانا من نص ساعه او من ساعه لغايه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم الساعه 11 بالليل، ان شاء الله يكون معانا الفائز الثاني بمسابقه الاهلي في المونديال ويكون معانا على الهواء مباشره زي ما عملنا النهارده. واشرف احمد زكي هو الفائز الاول في مسابقه الاهلي في المونديال. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.